السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وبكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء، مراجعة ليلة الامتحان. في بداية الحلقة نحب نرحب بالأستاذ الكبير أستاذ خالد عبد العزيز، أهلا وسهلا بك. أهلا بك مستر محمد، وكما يقال يبقى إن شاء الله ختامها مسك. إن شاء الله إن شاء الله. قبل ما نبدأ حلقتنا كده بسرعة، تعليقا على موضوع الكي سي اللي صار في الحلقة اللي فاتت، إن هو أقل من الواحد بيساوي الواحد. لو تفتكروا في الحلقة احنا شرحنا كل جزئية خاصة بالكي سي في السؤال ده، ولكن عذرا اثناء الاختيار احنا اخترنا اقول يساوي واحد، لا هي الاجابة الصح بنقول ان هي اقل من الواحد. تمام يا استاذ خالد؟ طيب يعني عايز تفسير سريع من سعادتك، ليه قيمة الكي سي اقل من الواحد بالنسبة لهذا المخطط البياني؟ بالظبط. بص يا شباب، بالنسبة لموضوع الكي سي اكبر من واحد واقل من واحد بتجيبها ازاي؟ احنا يمكن عملنا استفاضه فيها المره اللي فاتت، وقلنا ان عباره عن البرودكت على الرياكتنس، يعني النواتج على المتفاعلات، وان ده عباره عن حاصل قسمه بسط ومقام. لو المقام عندك اكبر دايما يبقى اذا ده هيبقى اقل من الواحد، لو البسط دايما هو الاكبر هيبقى اكبر من الواحد. طب بالنسبه للرسمه اللي كانت موجوده، الرسمه كان فيها اختلاف بسيط ان الاثنين كانوا قريبين من بعض جدا. اذا كان الاثنين على مستوى واحد يعني تركيزهم متساوي، يبقى احنا بنتكلم انها بتساوي الواحد. طيب امتى ابص على الرسمه وانا مغمض كده اقول ان هي اقل من الواحد؟ لو كان الار هو اللي فوق، يعني لسه ما تقاطعوش، ولو تقاطعوا والار نزل لتحت اللي هي الرياكتنس اللي هي المتفاعلات، بقى اصبح البرودكت هو اللي فوق هو الاعلى، يعني النواتج، يعني اللي هي النواتج برودكت مثلا نواتج ار متفاعلات. عندهم في المنحنى احنا نوضح بس ار وبي، ار ده عباره عن متفاعلات، متفاعلات ده عباره عن هي النواتج. بالظبط كده. وبالتالي خدها قاعده، الار فوق المتفاعلات فوق اقل من الواحد، نزل المنحنى بتاعها وبقت النواتج اعلى منها بقت اكبر من الواحد. اوكي كده تمام، يبقى كده الكي سي حقها اتوفى معانا. طيب استاذ خالد هنبدا، احنا المره اللي فاتت وصلنا عند سؤال رقم 23 في النموذج. تمام تمام، ناخد السؤال كده مع بعض. بيقول تخير الاجابه الصحيحه، المركب زد ان سي ال 2 بار مغناطيسي وملون بار مغناطيسي، فعايزك توضحهم كده امتى يحكم عليها بارة وضاية، وامتى يبقى ملون وغير ملون. بشكل سريع، انا بعمل توزيع الكتروني، وعشان اعمل توزيع الكتروني لابد ان انا احدد حالة التأكسد الخاصة بيه، الكاتيون بالزبط الموجود في المركب اللي عندي. أوكي. هنا عندي بيقول لي زد ان سي ال 2، ده كده عبارة عن الكاتيون. طب السي ال بسالب واحد، اذا في اتنين بسالب اتنين، اذا هنا كده الخرسين عدد تأكسده موجب اتنين. الطالب عارف الاعداد الذريه من الاسكاندوم لحد الخرسين، تمام، بدءا من 21 حتى 30. برضو احنا بنذكر ابنائنا ان انا كده كان عندي الكروم 24 وعندي النحاس 29، دول يشذوا كتوزيع الكتروني، يقولوا كده 1 5 1 كام 1 10. طيب لو انا كده عندي الدي، الدي بيحتوي على عدد من الالكترونات من 1 إلى 9، يعني معنى هذا الكلام ان مستوى الطاقة الفرعي دي اللي عبارة عن 5 اوربيتالات لابد وان يحتوي على الكترونات مفردة. اذا دي من 1 لـ9، يبقى كده انا عندي 3 مفاهيم، ان هذا العنصر عنصر انتقالي، وطالما انتقالي اذا بارة مغناطيسية، بارة اذا ده كده يعتبر ايه؟ ملون. اما لو كان مستوى الطاقة الفرعي دي 0 او دي 10 فارغ او تم الامتلاء، يعني ما فيش عندي الكترونات مفردة، اذا على طول هو غير انتقالي، ضاية مغناطيسية، غير ملون. ده بالنسبة للكلام ده في الحالة اللي عندي ديت. اساسا انا كده عندي ادي الزد ان موجب 2 30، اذا توزيعه الالكتروني ارجون 18 4s2 3D10. هنا بيقول لي موجب 2، يعني ايه معنى هذا الكلام؟ ان الفور اس فقط 2 الكترون اصبح 0، هنا كده عندي دي في 10 الكترون، يبقى اذا هذا العنصر يعتبر ايه؟ يعتبر ضاية مغناطيسية وغير ملون وغير انتقالي. تمام، استاذنك الحته اللي كنا بنشرحها لو بتاعت الكي سي، وضح للطلاب المفهوم بتاع ايه الار فوق وايه الار تحت ديت على الرسم اللي عند حضرتك هناك على الداتا كده، عشان في ناس طالبين يعني ايه ار فوق والبي تحت والحاجات دي. يعني ادي كده اهو، انا كده عندي ادي الاحداثي وادي الاحداثي، ده كده عباره عن ادي النواتج، دي كده عباره عن ايه؟ المتفاعلات. هو ده كده بالظبط كده بشكل العكس اللي فوق مبسط كده على طول، يعني اللي فوق مين يا استاذ خالد؟ نعم اللي فوق
اللي هو المتفاعلات. متفاعلات تمام. ودي كده هي الار. النواتج. كويس. اللي تحت مين؟ النواتج. يبقى كده هو دايما يبقى اقل من السي. بالظبط. كويس. لو طلع عن كده يا استاذ خالد يعني بقت النواتج جايه لفوق والمتفاعلات اللي تحت يبقى ناقص على طول، يبقى اكبر من الواحد. يبقى كده الناس اللي طلبوا في التليفون دلوقتي وكلمونا وقالوا وضح لنا دي بالرسم كده اتوفت. طيب ناخد سؤال من اهم الاسئله اللي بتجي لنا في الامتحانات دايما. السؤال بيقول يا استاذ خالد في نظام المتزن التالي تمام SO2 + O2 + SO2 + O2 طبعا الحالات غاز كلها، سهم رايح جاي يمتى في حاله اتزان، 2SO3 ودلتا اتش هنا سالبه. السؤال بيقول ما تاثير التغيرات التاليه على تركيز ثالث اكسيد الكبريت؟ يعني انا هتكلم على ثالث اكسيد الكبريت. اولا سحب الاكسجين من حيز التفاعل، ثانيا زياده الضغط. نتكلم على نقطه نقطه يا استاذ خالد. في حاجة مهمة جدا بالشكل سريع، العالم لو شاتيليه تمام وضع قاعدة تصف تأثير العوامل التي تؤثر على تفاعل متزن زي الضغط أو الحرارة أو التركيز. يعني بيقول لي إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر على تفاعل متزن مثل الضغط أو الحرارة أو التركيز فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يغير من هذا التأثير. جميل جدا. طيب أنا عشان أتكلم عن عامل الحرارة لابد إن أنا أحدد التفاعل، هل هو طارد ولا مقص؟ إحنا هنقولها باستفاضة إلى حد ما بناء على طلب كثير من الطلب أبنائنا أو الطلبة من ذلك. طب امتى انا احدد ان التفاعل تفاعل ايه طارد من ايه للحراره؟ والله لو قال لي زائد هيت في النواتج او ناقص هيت في المتفاعلات او دلتا اتش بقيمه سالبه، ده كله يعني ان هذا التفاعل تفاعل طارد للحراره. طالما طارد لو انا عملت عمليه تبريد يعني السحب للحراره ينشط التفاعل في اتجاه تكوين النواتج، ولو انا عملت عمليه تسخين يعني زودت الحراره ينشط التفاعل في اتجاه تكوين المتفاعلات. هنا بيقول لي ايه؟ هو سحب حراره يعني خفض يعني تبريد، اذا خفض اي سحب اي تبريد درجه الحراره يعني ان هذا التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي يعني يزداد معدل تكون ثالث اكسيد الكبريت. ده كده كان بالنسبه لي اول جزئيه لزياده الحراره. هو اتكلم كده حضرتك كده سحبت الحراره، هو بيتكلم على سحب الاكسجين. سحبت الاكسجين يبقى كده تركيز. طب انا سحبت الاكسجين تمام. معنى ان انا اسحب الاكسجين ده كده ايه؟ ال. اذا التفاعل ينشط في الاتجاه ايه؟ العكسي، عشان يعوض النقص الحادث في الاكسجين، اذا يقل تركيز ثالث اكسيد الكبريت. طيب. يعني هو سحب اكسجين يعني قل تركيز احد المتفاعلات، معنى ان يقل تركيز احد المتفاعلات يبتدي التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يعوض هذا النقص. الاتجاه العكسي، العكسي بيحول النواتج الى متفاعلات، يعني بيقل تركيز ثالث اكسيد الكبريت. نرجو ان يبقى في تركيز النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبة اخر حاجه بالمره بقى عشان ناخدها تمام، زياده الضغط. لو انا بتكلم عن عامل الضغط لابد اعرف عدد كل من المواد المتفاعله والمواد الناتجه. هنا كده عندي 2 مول ومول، اذا كده عندي 3 حجم. هنا كده عندي 2 حجم. الضغط بيزيد في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم، علاقه عكسيه. الله. طب الاتجاه الطردي بيقل فيه الحجم، اذا معنى انا زودت الضغط اذا التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي يعني يزداد معدل تكون ثالث اكسيد الكبريت. تمام. السؤال اللي وراه بيقول لديك قطعة من البلاستيك، كيف تثبت عمليا ان عنصري الكربون والهيدروجين يدخلان في تركيب البلاستيك مع التوضيح؟ طبعا السؤال دوت يمكن يتكرر في اكتر من سنه ورا بعضيه، وممكن يشيل كلمه بلاستيك، ممكن يحط لك قطعه خبز، نشرت خشب، ورق، اي ماده عضويه بالظبط كده. وبالتالي دي تجربه لحضرتك، تفضل كده سريعا تشرح لنا ازاي بكشف على ماده عضويه. طيب انا عشان اتكلم في الكشف عن ماده عضوية انا يهمني في الرسم ايه؟ اوضح رسم علمي، ده انا بايدي ممكن من غير مسطرة اوضح القصة بالنسبة لي خالص. يعني الموضوع سهل جدا جدا جدا، عمر ما كانت الرسومات تمثل عائق بالنسبة للطالب، كل شيء بيعتمد على مدى الفهم. طب كده انا عندي كده ادي التيبل المنضدة اللي هحط عليها ادواتي،
دي كده عباره عن انبوبه في وضع افقي اهو، انا متعمد اهو ارسم بايد اهوت مش رسمه جاهزه. وبعدين ده كده عباره عن حامل اهو، ادي الحامل اهوت بتاعي اللي ماسك الانبوبه، او ببساطه خالص جدا هنا كده عندي الماده العضويه، دي كده عباره عن ماده عضويه معاها اكسيد النحاس. هنا كده عندي ادي كده ادي انبوبه يتوسطها انتفاخ، هذا الانتفاخ بيحتوي على كبريتات نحاس لا مائية، وعارفين ان كبريتات النحاس المائية دي كده ايه بيضاء. بعدين ادي الطرف التاني كده عبارة عن اي ادي الانبوبة موجودة في انبوبة اختبار تحتوي على ماء جير رائق، ده كده عبارة عن ماء جير رائق. ده لهب انا بسخن اهو، بسخن ادي اللهب. طبعا لابد هنا كان في سدادة علشان نمنع تسرب الغازات. ايه ده انا بشكل بسيط جدا يا مستر محمد عملت الرسمه. ما انا قصدت انك تجاوب السؤال عشان كده. بالظبط ما فيش مشكله خالص، انا فاهم بعمل ايه اساسا كطالب. طيب انا لما سخنت اللي حدث، انا عاوز اثبت ان هذه الماده العضويه تحتوي على كربون وهيدروجين. طب ايه المشاهده؟ لما سخنت الماده العضويه مع اكسيد النحاس، كبريتات النحاس البيضاء اللامائيه اصبحت زرقاء. معنى انها تحولت الى لون الازرق، يعني اصبحت كبريتات نحاس مائي. يعني امتصت بخار ماء. جه من بخار الماء اكيد هيدروجين الماده العضويه اتحد مع اكسجين اكسيد النحاس وتكون ماء امتصته كبريتات النحاس اللامائيه، فتحولت من كبريتات نحاس لامائيه بيضاء الى كبريتات نحاس مائيه زرقاء. طيب لابد نكتب المعادله، ايه المعادله؟ طب ادي الاتش وادي كده اكسيد النحاس. ايه ده بقى؟ ده هيطلع ميه، ميه اتش تو او، اذا انا محتاج 2 اتش، انا وزنت المعادله قبل ما اطلع الناتج. اذا 2 اتش مع الاو اداني اتش تو او بلس سي يو، ادي كده النحاس. طب المشاهده الثانيه ان ماء الجير الراق دوت ايه؟ تعقر. معنى ان ماء الجير تعقر يعني اكيد مر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون. جه منين سي او 2 دوت؟ كربون الماده العضويه اتحد مع اكسجين اكسيد النحاس وتكون سي او 2. طب ادي الكربون بتاع الماده العضويه وادي اكسيد الايه النحاس، طب هو هيتكون سي او 2، اذا انا محتاج 2 او زائد 2 سي يو. ده كده بشكل سريع جدا موضوع الكشف عن وجود ماده عضويه بالظبط. الكربون والهيدروجين داخل الماده العضويه بالظبط. اللي بعده بقى ده مساله من اهم المسائل اللي بتجي لنا، بتقول احسب الزمن اللازم لترسيب 2.7 جرام من فلز الالومنيوم ال 27 عند التحليل. يعني هو عاوز الزمن، عايز الزمن تمام كويس. التحليل الكهربي المسرور البوكسايت ال 2O3 باستخدام تيار شدته 15 2 يعني كتله الماده المترسبه 2.7 الماده المترسبه هتساوي 2.7 جرام تمام خلاص. التيار مدهوني 15 امبير يعني شده التيار بتساوي كده ادي 15 امبير بالظبط تمام اوكي بس. طيب هي القصه 27 هو انا كده عندي الالومنيوم معروف ثلاثي تكافؤ ان هو تكافؤه ثلاثي وادي كتلته ازاي 27 بالظبط. هي الفكره ايه؟ بشكل بسيط جدا اجيب المساله من تحت لفوق، هو عاوز زمن. طب ما انا عارف ان ت في زين بتديني كميه الايه الكهربائيه. طب هو مديني شده التيار ب 15 امبير، طب انا عشان اجيب الزمن لابد اكون عارف كميه الكهربائيه. طب كميه الكهربائيه ايه هو قانونها؟ كميه الكهربائيه اللي عباره عن ايه؟ كتله الماده المترسبه في 96500 على الكتله الايه المكافئه. اذا اول حاجه انا هحسب الكتله المكافئه. الكتله المكافئه عباره عن ايه؟ الكتله الذريه اللي عباره عن كام؟ 27 او ادي 27 على التكافؤ 3 هتساوي ايه؟ 9 جي جرام. يبقى اذا ادي كتله الماده المترسبه 2.7 في 96500 على 9 جبت انا كميه الكهربائيه. طب ادي كميه الكهربائيه بقت معلومه بالنسبه لي هقسمها على 15 وتي معلوم، هقسم الناتج على 15 يديني الزمن اللازم تمام. بس نوضح لهم الحته دي يا استاذ خالد ان في كميه الكهربائيه حضرتك القانون اللي كتبته
ان 96500 بالكولوم، لكن لو بالفرادي، لو بالفرادي اضرب في واحد نضربها، لان واحد فرادي لو قانون. ايوه هنا بالنسبه لهذا القانون كميه الكهربيه بتساوي كتله الماده المترسبه في 96500 على الكتله المكافئه لو انا عاوز احسبها بالكولوم. لكن لو انا احسبها بالفرادي اذا هضرب في واحد وليس في هذا الرقم، على اعتبار ان واحد فرادي بتساوي 96500 كولوم. طيب ننتقل للسؤال اللي وراه، بيقول ايه؟ مركبان عضويان لهما الصيغه العامه CnH2n، احدهما مشبع اي والاخر يبقى اذا كده انا عندي CnH2n، الطالب بمجرد ان يشوف هذه الصيغه العامه على طول يبقى عارف دي صيغه عامه لالكان حلقي. أيوة. وصيغه عامه لايه؟ لالكين. اتفضل سعادتك. اللي احنا بنسميها المشابهه الجزيئيه يا استاذ خالد. تمام. يبقى دي كده بالنسبه لي اللي هو اتفاق بعض المركبات العضويه في الصيغه الجزيئيه واختلافها في الصيغه البنائيه. تمام. وبالتالي تختلف في الخواص الفيزيائيه والكيميائيه. ده موضوع خطير جدا، موضوع الايزومريزم، لابد الطلبه تاخد بالها منه خلاص يعني. تمام. ماشي. اتفضل سعادتك. ايه غير مشبع؟ سوري، ايه مشبع؟ اذا المركب اللي هو ايه؟ أيوة. اذا اكيد ايه ده؟ عباره عن الالكان الحلقي. بالظبط. بالظبط. والغير مشبع بيه. وغير مشبع بي، بس برضو لما يكون عندي حلقي مشبع بألفاتي. تمام. لكن لو حلقي غير مشبع ايه؟ اروماتي. أيوة. اذا لابد افرق بين الحلقيه، امتى يكون الحلقي ألفاتي ومتى يكون الحلقي اروماتي. لو كان الحلقي مشبع يبقى اذا ده كده عباره عن ايه؟ ألفاتي. اما لو كان الحلقي غير مشبع ايه؟ اروماتي. ومش هيتفق معاه في الصيغه كمان. وبصفه عامه نجد ان المركبات الاروماتيه بتحتوي على حلقه بنزين او ايه؟ او اكثر، واحنا بنتكلم عن بنزين عطري وليس بنزين السيارات. ايوه الجازولين. تمام. بتاع اسمه جازولين. طيب السؤال بيقول ايه؟ وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف تحصل على المركب المشبع ايه من البنزين. يعني انا كده عندي بنزين. بالظبط. اهو ادي البنزين. عايز منه ايه؟ مركب مشبع حلقي. يعني انا كده عاوز هيكسان حلقي. حلقي طبيعي. كان بيجي سؤال ايه؟ يقول لي ما عدد مولات الهيدروجين اللازم اضافتها لتحويل هذا المركب الى مركب مشبع؟ ده احنا دخلنا سؤال مع السؤال. بالظبط. اذا يبتدي الطالب يعد ايه؟ عدد الرابط باي ما يزيد على الرابطه الاحاديه، ده عباره عن باي. اذا كده 1 2 3 كل رابطه باي يلزم لها مول، اذا انا محتاج 3 مول من الهيدروجين. تمام. مع شرط التفاعل. ايوه. نيكل او بلاتين اساسا يدينا كده هدرجه. هدينا ايه؟ هدينا ادي البنزين. هيكسان حلقي. اذا ده كده عباره عن هيكسان ايه؟ حلقي. طيب. اذا انا حولت مركب اروماتي الى ألفاتي. الى مركب ايه؟ ألفاتي. حصلت على هيكسان حلقي من البنزين. حصلت على مركب ايه من البنزين زي ما عاوز. طيب عايز السؤال الثاني، ما هناخد بقى اللي هي المركب بي اللي هو الغير مشبع. كحول ثنائي الهيدروكسيل، يعني يقصد بيه الايثيلين جلايكول، كويس، من الغير مشبع يقصد به هنا بقى الايثيلين. من الاسئله اللي تيجي وضح اسهامات العلماء في تقدم علم الكيمياء، ده لازم يحفظوه ده. فمن ضمن العلماء العالم باير. باير عمل ايه؟ مرر غاز الايسين في محلول برمنجانات بوتاسيوم في وسط قلوي، فنتج كحول ثنائي الهيدروكسيل، نتج ايثيلين جليكول، والذي يعتبر هذا المركب يستخدم كمان ده مانع لتجمد المياه في مبردات ايه؟ السيارات، في المناطق البارده. جميل. ثواني عشان بالمره ناخد اسئله السؤال العلل اللي موجود هنا، ان انت بيقول لك علل ليه يستخدم كمان ده مانع للتجمد، لان عنده 2 او اتش قطبيه بتعمل روابط هيدروجينيه مع الميه وتمنع تجمع الميه وتمنع تكون التلج وتمنع تجمد الماء داخل الراديتور بتاع العربيه. إيه ده في حاجه اهم. لابد ان ابنائنا يخلوا بالهم من الاستخدامات. بالظبط. الاستخدامات حاجه تعتبر في غايه الاهميه. استخدامات المركبات من الحاجات التي يجب ان تضع في الاعتبار. انا جايبها لهم النهارده كلها. تمام. ان شاء الله نعرضها لهم في الحلقه. يبقى انا عاوز من المركب بي اللي هو كده عباره عن الكين، ادي الايسين C2H4 الايسين C2H4 تفاعل باير
ادي محلول برمنجانات البوتاسيوم بنفسجية اللون. دي عبارة عن مادة مؤكسدة، ادي الاكسجين. نتج ايه؟ دول بيعملوا مع بعض 2 او اتش، تنكسر الرابطة باي بين السي والسي، والمركب كما هو. ضفنا او اتش، وانت بتكتب الاو هي اللي مع السي، ودي الاتش، ده 1.2 شرطة ثنائي هيدروكسي ايثان. تمام يا مستر محمد، ايه ده؟ القصة قصة كبيرة جدا. يقول لي كيف يمكن الكشف عن الرابطة الغير مشبعة؟ يعني السؤال دوت نفسه، يعني نفس الإجابة تمام ينفع في حاجة تانية؟ ده أنا عندي معادلة طلع منها أكتر من سؤال يا مستر محمد. تمام ماشي. أنا عشان أكشف عن الرابطة غير مشبعة، أكشف عن الرابطة المزدوجة، أهو تفاعل باير، ضفت أنا برمنجانات بوتاسيوم بنفسجية، إذا زال اللون يبقى ده غير مشبع. طيب بالمرة بقى، ما دام وصلنا لحتة الكشف دي، في عجالة كده سريعة قول لي، ماء البروم بيستخدم إزاي في الكشف عن الرابطة الثنائية والرابطة الأحادية؟ اولا بالنسبه لماء البروم، المذاب رابع كلوريد الكربون، بالظبط ده مذيب، مذيب عضوي. ماشي. ده لونه احمر، اذا البروم الاحمر المذاب رابع كلوريد الكربون. انا عندي مركب مشبع ومركب غير مشبع، فرضا الكان وليكن ايثان وايثين او ايثاين، اوكي، هضيف بروم احمر مذاب رابع كلوريد الكربون. اذا زال اللون يبقى دوت ايثين او ايثاين او مركب غير مشبع بصفه عامه. تمام. وان لم يزول اللون يبقى ده كده عباره عن ايثان، اللي هو يعني عباره عن بيستجيب لتفاعلات الاضافه. اه طبعا اكيد بالظبط اكيد. طيب. يعني معنى لابد ان احنا نهتم بكيف تميز بين في المركبات العضويه، وباب التحليل الكيميائي الكشف عن الشق الحميدي والشق القاعدي، واحنا بنعتمد على التمييز في الشق الحميدي والشق القاعدي على المشاهدات. يعني طالب بيميز وكتب معادله بس، نقول له اسف انا ما اعرفش حاجه. بالظبط. التمييز يكون بالمشاهده اللفظيه، وتؤكد بالمعادله الرمزيه ان طلب مني معادله رمزيه. تمام. طيب في التفاعل الاخير اللي حضرتك كتبته، اللي هو تفاعل باير، في بعض الطلبه كانوا بعتلي دلوقتي بيقولوا لي ينفع هنا هيدروجين بيروكسيد اللي هو فوق اكسيد الهيدروجين في التفاعل ده؟ طبعا هي اكيد، يعني انت ممكن هنا بدل تفاعل باير تعمل اكسده للايثرين بس بالH2O2، بس هنا ما يسماش تفاعل باير. يعني لو جالك في مصطلح علمي اضافه فوق اكسيد الهيدروجين على الايثيلين والحصول على الايثيلين جلايكول، هل هذا يعتبر تفاعل باير؟ تقول لي لا، ده اسمه تفاعل اكسده. انما تفاعل باير الشرط اللي قال عليه الاستاذ خالد اللي هي الكي ام ان او 4 في وسط قلوي. طب ناخد السؤال اللي وراه، بيقول ايه؟ تخير الاجابه عن الف او ب، اكتب ما تدل عليه العباره التاليه. يعني انت كده بتتكلم في مصطلحين، مشتقات هيدروكسيليه للهيدروكربونات الاروماتيه، طبعا دوت اللي هي الفينولات. واستاذ خالد الحلقه اللي فاتت احنا وضحناها، عائله الفينولات، عائله الفينولات كلها، فمش هنقف عندها كتير. ب، مركب تتصل في مجموعتها هيدروكسيد بحلقه بنزين، وده اللي هو الكاتيكول اللي احنا شرحناه، او 1.2 ثنائي هيدروكسي البنزين. السؤال اللي وراه بيقول، هنا دي مساله يا استاذ خالد، احسب درجه تاين النشادر اللي عايز الفا في محلول تركيزه 0.2 مولر، يعني 2/10 مولر، علما بان ثابت تاينه 1.65/10^5. عايز اعمل حاجة مهمة جدا بناء على طلب ابنائنا وبناتنا. تمام. هكتب القوانين الخاصة بهذه المسائل، ومن خلال هذه القوانين نقول للطالب التحورات تيجي ازاي. ايوه. القصة قصة افكار مش قصة. طيب انا عايزك على المسألة دي. اولا اوستفلد عمل ايه؟ اوجد العلاقة بين درجة التفكك والتركيز. قال لو قال لي اذكر قانون اوستفلد، اقول له عند ثبوت درجة الحرارة تزداد درجة التفكك بزيادة التخفيف، يعني خفض التركيز. تمام. اذا عند ثبوت وطردية بين حاجتين تانيين، اذا عند ثبوت درجة الحرارة بزيادة الايه؟ التخفيف، يزداد الايه؟ التفكك. ادي طرديه، يعني خفض الايه؟ التركيز. خفض التركيز. طيب
كان استنتاج قانون أوستفالد بالنسبة ليا ان كي اي بتساوي الفا تربيع في سي. ما ينطبق على الاي اي الحمض ينطبق على البي بيزك او القاعدة. تمام ماشي. طب اذا احنا قانون أوستفالد ايه خاص بالايه بالمحاليل المخففة وليست المركزة. احنا بنتكلم عن احماض او قواعد اي قلويات مخففة وليست مركزة اسمه قانون أوستفالد للتخفيف. طيب من ملاحظاتنا المهمه اللي احنا نتداولها مع ان شاء الله اللي بيتكلم على الالكتروليتات الضعيفه اعتقد. تمام. يعني طيب. ايه الكتروليت؟ ماده تسمح بتوصيل تيار كهربي غير لا الكتروليت. تمام بالظبط. طيب. عايز احضرك على المساله دي هتجيب لهم الالفا وبعد ما نجيب الالفا عايزين نكمل. طب نكتب القوانين. ايوه ما انا عايز اكمل بقى كله وعلى القانون نبتدي نحل المساله ذات نفسها بحيث نوفي المسائل اللي انا طالبت كتير مننا. انا كده بدايه كي ثابت تفكك ايه حمض بتساوي الفا تربيع في سي يعني تركيز الحمض. طيب مش المساله عندي هنا نشادر. تمام. طب لو انا عاوز الفا بس الفا يبقى تساوي ايه الجذر التربيعي لكي ايه على سي ايه. ولو انا قلت كي ايه في سي ايه فانا كده جبت تركيز ايونات الهيدرونيوم الموجبه اللي هي نفسها تركيز ايونات الاتش الموجبه. واحنا عارفين اساسا ان ايونات الاتش الموجبه لا توجد منفرده في المحاليل المائيه. سؤال هام جدا. ليه؟ لانها ترتبط مع اكسجين الماء برابطه تناسقيه بكونها هيدرونيوم. طيب ادي كده انا كده جبت تركيز ايونات الهيدرونيوم. لو اخدت اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدرونيوم يديني قيمه البي اتش الرقم الهيدروجيني. ولو انا حبيت اعرف قيمه البي او اتش هعرفها بدلاله قيمه البي اتش اللي انا وصلت لها لان بي اتش زائد بي اتش بيساوي 14. لكن تركيز ايونات الاتش الموجبه في تركيز ايونات او اتش السالبه بيساوي 10 اس سالب 14. وعندي جدول هام جدا هنعرضه حالا بالنسبه لهذا الموضوع. طيب بنفترض في المساله ما ادانيش التركيز واداني كتله الماده انا احسب كتله المول الواحد من هذه الماده. يبقى كده انا جبت عدد المولات وكان مديني الحجم باللتر كده جبت التركيز اهو. اسلوب غير مباشر مش شرط ان يديني التركيز. اداني كتله ماده واداني حجم اتعامل بالخلفيه الموجوده عندي واللي انا اللي انا عارفه. طيب هنا عندنا في المساله بيقول لي ايه اساسا؟ بيقول لي احسب درجه تأين النشادر. يعني هو عاوز الفا. الفا. عايز الفا. تمام اهو ادي كده الفا مجهوله اهي. الفا بتساوي جذر كي على سي ايه. طب انا استاذنك استاذ خالد هنطلع فاصل سريع ثم نعود. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. تنويه بسيط احنا جميع الطلبه اي سؤال عندك تقدر تتصل الكنترول بياخد الاسئله وبيبلغها لنا. وعشان ما نوقفش وقت الحلقه لان في كتير منكم اشتكى ان الحلقه وتشتت وغيره فالاسئله بياخدها كنترول بيبلغها لنا واحنا بنجاوبها لكم اثناء الحلقه. اتفضل يا استاذ خالد كمل كنا بنقول. طب احنا قلنا عايزين نحسب الفا. اتفضل. تمام. طب كان ايه بقى معطيات المساله بالنسبه لنا؟ طبعا التركيز اللي هو السي 0.2. تمام. الثابت 1.65% في 10 اس سالب 5. خلاص اتحلت المساله. خلاص اذا الفا جذر كي على ايه؟ على السي ايه. طيب لو تمام. حبيت عايز الهيدرونيوم. طب انا جبت الفا. نعم. عايزين بس هو مش عايز اكتر من درجه التأين. تمام. بعده لا ما خلاص هو مش عايز حاجه تانية. احنا بقى لو حبينا نجيب من هنا الهيدروكسيد لان دي قاعده ده نشادر. اتفقنا. هو نفس القوانين بس بدل الايه بحط بي بالظبط في كل لو طلب اللي هو الالفا. تمام. طيب السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ اكمل الجدول التاني. ده سؤال تسميه. تمام. فاحنا هنسمي المركبات دي ونشوف كويس قوي الاولويه في التسميه لايه. لو احنا بصينا مع بعض كده على الشاشه والواضح قدامك ان هو مديك المركب وطالب الاسم الايوباك ليه. كويس. مع بعض كده نمشي واحده واحده. لو انت بصيت على المركب ده هتلاقي فيه رابطه ثلاثيه. الرابطه الثلاثيه من الشمال سي اتش 3 من الشمال. عايز المركب استاذ خالد. هو من الشمال سي اتش 3 سي اتش 2 سي ومن السي طالع رابطه فوق بي ار ونازل منها سي اتش 2 تحت. وهنمشي من بعد السي اتش 2 سي اتش 2 كمان
سي اتش 2 كمان وبعدين سي اتش 3 ونطلع نكمل السي اللي فوق اللي هي بتاعت البي ار ديت. هنمشي بقى هيبقى معايا سي ورابطه ثلاثيه سي اتش. طبعا الاولويه هنا ان شاء الله استاذ خالد هيوضحها لك ان هي الاولويه في التسميه او في الترقيم للدبل بوند الرابطه المزدوجه او الرابطه الثلاثيه عن التفرعات. واعتقد ان مستر سامي ومستر رمضان استوى يعني وفوها لكم امبارح في الحلقه كويس جدا. اتفضل استاذ خالد. اما نيجي نسمي الكام انا بحدد اطول سلسله كربونيه. لو انا بسمي الكين او القين برضو انا لابد احدد اطول سلسله كربونيه بس تحتوي على الرابطه المزدوجه او رابطه ثلاثيه. يبقى هنا في تسميه هذا المركب العضوي انا هبتدي احدد اطول سلسله كربونيه تحتوي على الرابطه الثلاثيه. طب لو نظرنا الى هذا المركب ادي بدايتي من هنا واحد اتنين تلاتة. لو انا كملت كده تبقى اربعة خمسة. طب لو انا كملت لتحت يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اذا اطول سلسلة كربونية تحتوي على الرابطة الثلاثية اهي. اصبح ده تفرع وده تفرع. ده تفرع سالب بروم يبقى برومو. ده كده عبارة عن اي سايل اي سايل. طب انا عشان اسمي هذا المركب هنا عندي ستة كربون يبقى هيكس. مركب فيه رابطة ثلاثية يبقى المقطع اين هيكساين. هنا لابد ان انا احدد رقم ذرة الكربون الغير مشبعة. اذا على رقم واحد في رابطة ثلاثية واحد اكساين. طيب التفرعات اللي عندي انا لابد ان انا اراعي الترتيب الابجدي بس مش ترتيب ابجدي هجائي. أيوة. ترتيب ابجدي لاتيني لو انجليزي. ده برومو اي بي. البي قبل الاي ده كده عبارة عن اي سايل. ده كده عبارة عن برومو. اذا انا اكتب برومو قبل إيصايل. على رقم ثلاثة هقول شرطة برومو بين الرقم والاسم شرطة ثم شرطة وبرضو ثلاثة شرطة إيصايل واحد إيصايل. اذا ده كده بالنسبة لاسم هذا المركب احنا بنتبع القواعد اللي احنا اخدناها. ايوه بس تمام. طيب هنا طالب العكس بقى. هو هنا مديني الاسم وطالب ان احنا نرسمه كويس. اكتبه عند حضرتك ثلاثة وخمسة ثنائي برومو حمض البنزوين. ثلاثة وخمسة شرطة ثنائي برومو ثنائي برومو حمض البنزوين. طب أولا حمض البنزوين ده عبارة عن إيه؟ حلقة بنزين. ده عبارة عن حمض أروماتي. وأدي مجموعة الكربوكسيل أدي حمض البنزوين. دي تعتبر رقم واحد. بالظبط. إذا أدي اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يبقى على رقم ثلاثة أنا عندي برومو. رقم خمسة كده عندها برومو. يبقى إذا ثلاثة وخمسة ثنائي برومو حمض بنزويك. اللي بعدها اللي بقى الجزئية ديت إن لو كان عندي مجموعة وظيفية راكبة على حالة البنزين يبقى الترقيم يبدأ من المجموعة الوظيفية. تمام. وتعتبر هي الأساسية. طيب. سؤال رقم 31 بيقول لديك قطعة من الحديد أضيف إليها حمض نيتريك مركز فتكونت طبقة رقيقة عليها أدت إلى إيقاف التفاعل. اكتب اسم المركب الكيميائي الذي يمكن اضافته لازاله هذه الطبقه. طبعا مبدئيا الظاهره دي اسمها يا استاذ خالد خمول الفلز او الخمول الكيميائي. اللي هم بيسموها في الكيمياء البازيفيتي في بتوع اللغات اسمها خاصيه البازيفيتي اللي هي تكوين طبقه غير مسميه من الاكسيد تمنع التفاعل مع الطبقات الداخليه. طب الاكسيد اللي اتكون هنا هو اكسيد حديد مغناطيسي حديد. لكن مش مطالبين بيه. بالظبط. اشيلها ازاي؟ اما بالحك او اضافه حمض هيدروكلوريك مخفف لان هذا الحمض يعمل على اذابه طبقه الاكسيد. بالظبط. خلص كده السؤال مش محتاجين حاجه تاني. السؤال اللي وراه على طول لا يمكن التمييز بين محلول كلوريد البوتاسيوم ومحلول كربونات الامونيوم باستخدام الادله الكيميائيه. لا انا هقف عند السؤال ده كتير بقى. اوكي هقف عنده كتير وتعالى بقى نتكلم فيه واحده واحده كده ونشوف حضرتك مجهز لنا فيه ايه. اولا في ملح متعادل
وملح حامضي تمام وملح قاعدي. والملح عبارة عن كاتيون وأنيون، شق حمضي وشق قاعدي. إذا كان الشق الحمضي لحمض قوي والشق القاعدي لقاعدة قوية متعادل، أو حمض ضعيف وقاعدة ضعيفة متعادل، نيوترال متعادل تمام. أما إذا كان الشق الحمض أي الأنيون لحمض قوي والكاتيون لقاعدة ضعيفة يبقى ده كده ملح حامضي، والعكس صحيح. لو كان الكاتيون لقاعدة قوية والأنيون لحمض ضعيف وده هو إيه قاعدي. إذا لابد الطالب يبقى عارف مين الأحماض القوية، مين الأحماض الضعيفة، مين القواعد القوية، مين القواعد الإيه الضعيفة. وده كلام مهم جدا برضه عشان موضوع التميق. موضوع التميق من الموضوعات الهامة جدا 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 اللي لابد يبقى الطالب مدركها جاية تمام في كل الامتحانات. تمام. تمام. طيب نشوف الورقه اللي حضرتك مجهزها لنا على الجزئيه. ادي كده على الداتا بالزبط. بالنسبه شوفها كده على الداتا. حمض قوي، مين الاحماض القويه؟ حمض هيدروكلوريك، حمض نيتريك، حمض كبريتيك. قواعد قويه، هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد بوتاسيوم. احنا بنتكلم في حدود منهجنا اللي طالب يبقى عارفه. طيب حمض ضعيف، حمض الاسيتيك، حمض الكربونيك، القاعدة الضعيفة، هيدروكسيد أمونيوم، هيدروكسيد حديد ثلاثة. طيب هنا عندي ايه الأملاح اللي مداني يا مستر محمد؟ مديني مثلا انا هاخد كيس لا 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 في في الموجود عندنا في تعليمنا في السؤال كلوريد البوتاسيوم يعني الأمونيوم. ادي كده ادي كي سي ال تمام. وايه تاني؟ طيب وكربونات الامونيوم، كربونات امونيوم ادي ان اتش 4 باي 2 سي او 3 تمام. طب اما اجي كده انا اقسم بين ده وبين دوت، ادي كي سي ال ودي ان اتش 4 باي 2 سي او 3. البوتاسيوم ده يعتبر شق قاعدي الكي. الله، ده اذا الكي ده ايه؟ ده قاعده قويه. اذا ده كده ادي كده عندي كاتيون لقاعده قويه والانيون كلوريد لحمض قوي. اذا كي سي ال ده الملح المراد اللي كانش عنه يعتبر ايه؟ ملح متعادل. طب بالمره بما انه متعادل البي اتش بتاعته بكام؟ 7. يعمل ايه في الادله؟ ما يغيرش. شكرا. تمام. يبقى اما لو بي اتش اقل من 7 حامضي، اكبر من 7 قاعدي. طب لو كان البي اتش بيساوي 1 يبقى حمض قوي، بيساوي 6 يبقى ضعيف. ضعيف. طب ليه؟ لو انا ارجعت الواحد لاصله ده كده كان عباره عن 10 اس سالب 1. صح. انا خدت اللوغاريتم السالب عشان احول قيمه ضئيله جدا لا يمكن ادراكها والتعامل معها الى قيمه يمكن ادراكها والتعامل، وده كان القصد من اخذ اللوغاريتم السالب لهذه القيمه. اذا انا بتعامل الواحد يعني 10 اس سالب 1، السته 10 سالب 6، سالب 6 اكبر ولا سالب 1؟ اكبر سالب 1. يعني في سالب 1 تركيز ايونات الاتش موجبها كبيره. اذا بي اتش بواحد حمض قوي، 6 حمض ايه؟ ضعيف. طيب عايزين احط لهم مركب كمان في الجزء اللي تحت وقول لهم ممكن ازاي يطلع حامضي، حامضي ويطلع قاعدي، والبي اتش بتاعته تطلع ازاي ويأثر في الادله ازاي. ما هو موجود لا في فلد. الجزء اللي تحت يعني انا عايز مثلا ان اتش 4 سي ال، ان اتش 4 سي ال، 4 سي ال. جميل. عايز اعرف ده كده عباره عن شق قاعدي تمام ليه قاعده ضعيفه، وده كده عباره عن شق حامضي لحمض قوي، ده كده حمض قوي، وده كده عباره عن قاعده ضعيفه. يعني هو بيقسم الملح اتنين ويدور على اصوله في الحمض القوي والقاعده الضعيفه اللي اذا ده كده ملح حامضي. اوكي. يعني البي اتش اقل من 7 يعني يحمر صبغه عباد الشمس. الشمس ماشي. ولا يؤثر في الفينولفيثالين. تمام. لان السؤال ده جاله في سنه من السنين قال له ان تاثير ال NH4Cl على الفينولفيثالين ايه؟ بما انه حامضي الفينولفيثالين في الوسط الحامضي كلرليس يعني عديم اللون، في الوسط القاعدي بيبقى بينج او بيدي ريد كمان. كويس؟ وده عشان كده في ساعات يقول لك ايه ما ينفعش ال هو احمر في الوسط القاعدي عديم عديم في الحامضي والمتعادل والمتعادل. ده كده بالنسبه للفينولفيثالين لو انا بتكلم عن القاعدي. طيب بالنسبه بقى لسؤالنا اللي كان موجود، طبعا زي ما انت شفت كده الاثنين متعادلين، يبقى اذا لا يمكن استخدام الادله في الكشف ما بينهم. الدليل ده حمض قوي،
حمض سوري حمض احماض ملح متعادل وملح متعادل لونها بيتغير بتغير الوسط اللي انت بتحطه فيها، بما انها متعادله فمش هتغير الالوان بتاعتها. طب نشوف السؤال اللي وراه بيقول ايه. المحلول الذي تركيزه 0.1 مولر يحتوي اعلى تركيز من ايونات الهيدرونيوم هو محلول زي ما انت شايف كده. الاولاني ده ايونات هيدرونيوم، يعني كده انت بتتكلم في احماض. الاحماض بالنسبه لي هنا ايه؟ CH3COH ده حمض ضعيف. KNO3 ده ملح، وملح ايه؟ لو انت رجعنا له للورق اللي كانت مع استاذ خالد ملح متعادل. NaOH دي قاعده قويه، واضح وقاعده قويه كمان. يبقى فاضل معاك مين؟ HCl. لو انت رجعت كده الورق اللي كان لسه استاذ خالد عملها لنا هتبقى ده حمض قوي، يبقى اعلى تركيز من ايونات الهيدروجين لانه تام التأين او تام التفكك في الماء. شوف السؤال اللي ورا استاذ خالد. في غايه الاهميه المساله دي. المساله دي جت تقريبا 2016 واتعادت تاني في النماذج. ازاي يديله عينه؟ وخلي باله جزئيه اللي هي امبيور اللي هي فيها شوائب، واضح؟ 4 جرام. طب ال 4 جرام دول كلهم بيور نقيه؟ لا، بيبقى فيها شوائب. طب مين الجزء اللي هيتفاعل منها؟ هنشوفها مع حضرتك في مساله معايره كامله. المساله بتقول ايه؟ ازيب 4 جرام من عينه غير نقيه من ال ان، يبقى كده عندي 4 جرام تمام، دي عباره عن كتله العينه كلها. العينه ادي كده بدايه بالماده اللي هتتفاعل بالشوائب. تمام تمام. واكمل المحلول الى 200 مللي، يبقى حجم المحلول 200 مللي. تمام. اذا تعادل 10 مللي من هذا المحلول، يعني انا خدت من المحلول ده 10 مللي اللي هو محلول ايه؟ اللي هو ال ان او اتش، يعني اللي هقول كده ادي ام بي ايوه في في بي على الان بي بتساوي الام اي في الفي اي على الان اي. تمام. يعني حجم القاعده في تركيز القاعده على النمبر اللي عباره عن عدد مرات القاعده هيساوي حجم الحمض في تركيز الحمض على عدد مرات الحمض. تمام. انا هجيب عدد مرات القاعده وعدد مرات الحمض من خلال المعادله الموزونه. طب هي المعادله بتقول لك الاتش سي ال مع الان او اتش، يعني ادي كده عندي ان اي او اتش والحمض عباره عن اتش سي ال، هي كده موزونه ان اي سي ال بلس اتش 2 او. اذا كده عندي الان بي بواحد والان اي بكام؟ بواحد. تمام كويس. تركيزه 0.2 مولر، ده تركيز مين؟ الاتش سي ال. الاتش سي ال يبقى انت معاك الام اي، يعني كده هقول كده ادي الام اي ب 0.2 كويس. والحجم بتاع حمض الهيدروكليك 15 مللي. اوكي تمام. والحجم بتاع القاعده 10 كان 10 مللي. واضح كده اللي ناقص ان انا هجيب ايه؟ الام بي بالظبط. طب انا جبت الام بي، انا جبت تركيز القاعده، هو عاوز النسبه المئويه مين؟ لكتله القاعده. كتله القاعده. طيب اذا انا عاوز كتله ان ايه؟ او اتش. عندي قانون جميل جدا يلخص قانونين في بعض. كتله الماده هيساوي التركيز في الحجم باللتر في كتله المول. انا عايز اجيب كتلة ان اي او اتش، يبقى تركيز ان او اتش في الحجم بتاع ان او اتش بس باللتر في كتلة المول من ان او اتش. هو بيديني قيم كتل اوزان الذرات. طب اذا انا عشان اجيب الكتلة المولية بجمع كتل اوزان الذرات الان اي ب 23 زائد الاو ب 16 اتش بكام؟ بواحد. هتساوي بقى كام؟ 40 جرام لكل مول عشان دي كتلة مولية. تمام. خلاص جبت كده ادي الكتلة المولية والحجم 200 على 1000 على 1000 بالملي. والتركيز اللي انا جبته هنا يبقى ده في ده في ده جبت كتله الماده قسمتها على 4 كتله هنا جبت النسبه الايه المئويه. بالظبط كده كده تمام. طيب خلي بالك من المساله ديت وانا بنقولها انها اتكررت كتير في امتحانات كتير هي ومشتقاتها. كويس. المساله اللي جايه مساله في الكهربيه وكان في جاي لنا سؤال على الجزئيه ديت قبل الحلقه. كان الراجل بيتكلم بيقول لك اعمل ايه في الكهربيه. احنا بنقولها لك من النهارده الكهربيه بالذات تركز على المسائل بتاعتها وقوانينها لان شرط اساسي من وضع الامتحانات ان لازم يجي لنا مسائل في الكهربيه. طيب نشوف المساله دي يا استاذ خالد بتقول ايه. خلايا جلفانيه قطبها من النحاس والهيدروجين القياسي جهدها 0.34 فولتس. نحاس يعني وهيدروجين قياسي. وخلي بالك يعني اس اتش اي. ايوه يعني جهده بيساوي زيرو.
سواء كان جهد اكسده او جهد اختزال. 10 على 10 تمام. جهدها هنا المقصود بكلمه جهدها يعني ليه؟ يعني جهد الاكسده زائد جهد الاختزال بالظبط. يعني اللي هي يعني كده اي ام اف للخلايا بتساوي ايه؟ هتساوي جهد اكسده الهيدروجين زائد جهد اختزال النحاس. قيمه اي ام اف كام؟ ثواني ما واحده هيعمل لي ازاي؟ انت عرفت منين ان الهيدروجين هو الاكسده والنحاس هو الاختزال؟ هنفكره هنا بسلسله الجهود الكهربائيه، متسلسله الجهود الكهربائيه، متسلسله الجهود الكهربائيه، ان الهيدروجين اعلى من النحاس هو بصفر، وجهد اختزال النحاس بسالب 34 يعني تحت الهيدروجين. يعني ده معتمد على معلومه انت حافظها من قبل كده ان النحاس اقل نشاطا من الهيدروجين في متسلسله الجهود الكهربائيه. كمل يا استاذ خالد. طيب انا عارف مديني قيمه اي ام اف، وادي جهد الاكسده دي معلومه عندي بيساوي زيرو، اذا زائد جهد اختزال الايه النحاس، اذا جهد اختزال النحاس هو نفس قيمه اي ام اف اللي هو 0.7 كام؟ لا 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 34 34 مليون. من 76 ده كان ال 50 تمام؟ تمام. مطلوب من حضرتك الرمز الاصطلاحي للخليه. طيب يعني رمز اصطلاحي؟ انود كصوت يعني صوت انا بعبر عن تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال. تمام. شيء طبيعي عمليتان متلازمتان، الاول اكسده ثم اختزال. هنا عندي الانود ده عباره عن هيدروجين، وكان عندي غاز الهيدروجين بيمتز على البلاتين، على سطح البلاتين الاسود الاسفنجي. ماشي. طب انا عشان اكتب رمز اصطلاحي بشكل علمي صحيح هقول له ايه؟ ادي كده عندي البلاتين يمتز عليه غاز او غاز الهيدروجين ضغطه 1 اتموسفير، ايوناته 2H موجب اكوس تركيزها 1 مولر، ادي القنطرة الملحية خطان متوازيان، الاختزال C موجب 2 اكواس على CU0 ده كده ايه صوري ده كده بالنسبه لرمز الايه الاصطلاح. طيب السؤال اللي ورا بيقول بسرعه تخير الاجابه عن ا وب، وبنكرر المره الثانيه اما يقول لك تخير ا او ب انا بقول لك جاوب الاثنين عشان لو واحده فيهم جلت تاخد انت الثانيه صح. عمليه يتم فيها تجمع عدد كبير من الجزيئات مركبات بسيطه لتكوين جزيء ذي كتله جزيئيه كبيره، طبعا دي البلمره وانواع البلمره، عندك بلمره بالاضافه وبلمره بالتكاثر. 2 مجموعة من المركبات العضوية يجمعها قانون جزيئي عام وتشترك في الخواص الكيميائية، طبعا دي السلسلة الايه؟ المتسلسلة المتجانسة. ودي موجودة في الالكان والالكين. السلسلة المتجانسة. طيب السلسلة. السؤال اللي جاي بيقول فسر. يتكون الرصب عند تسخين بيكربونات المغنيسيوم، ولا يتكون الرصب عند تسخين بيكربونات الامونيوم؟ واحدة واحدة يا مستر محمد. معاك. بيكربونات المغنيسيوم. ام جي. ام جي اتش سي او او ادي ام جي. جي اتش سي او 3 باي 2. اوكي. التاني بيكربونات الامونيوم ادي ان اتش 4 باي 2 ان اتش 4 ان اتش 4 بيكربونات الامونيوم ايوه ان اتش 4 اتش سي او 3 اتش سي او 3 تمام. طيب القصه سهله خالص. جميع الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا مين؟ كربونات الامونيوم ما عدا كربونات الصوديوم بوتاسيوم امونيوم. خدنا القاعده العامه يا مستر محمد. تمام. طب اي بيكربونات لما بسخنها بتنحل الى كربونات وماء وماء وثاني اكسيد الكربون. طب انا لما اجي اسخن بيكربونات المغنيسيوم هتديني كربونات مغنيسيوم، كربونات المغنيسيوم لا تذوب، تديني راسب ابيض. راسب ايه؟ ابيض. عشان دي من الممنوعات اهو، ده بس اللي بيذوب. ايوه. لكن لما بتنحل بيكربونات الامونيوم هتديني ايه؟ هتديني بيكربونات الامونيوم اللي هي راسب ما بيذوبش في الميه. بالظبط. تمام. ناخد السؤال اللي وراه. ينطبق قانون راسب يذوب. يعني راسب يذوب. الامونيوم يذوب. ايوه المغنيسيوم الذي لا يذوب. تمام. تمام. ينطبق قانون فعل الكتلة على لا ينطبق محلول الهيدروكسيد الصوديوم وينطبق على محلول الهيدروكسيد الامونيوم. طبعا قانون فعل الكتله ده خاص بالالكترونيتات الضعيفه
الالكترونيات القويه اللي هي تمت التأين في الميه لا ينطبق عليها هذا القانون، ينطبق على الالكترونيات الضعيف. طب ما بيقول لك هنا محلول هيدروكسيد الصوديوم، تقول لي انه الكتروليت قوي تم التأين في الماء او تم التفكك في الماء. طب بالنسبه للهيدروكسيد الامونيوم تقول لي لا لانه ده ضعيف و بارشلي ايونايزد، يعني بنسميه كده يتأين جزئين او يتفكك جزئيا. شوف السؤال اللي وراه بسرعه. واضح بالمعادلات مستر خالد، بيقول لك كيف يمكن رفع نسبه الحديد في خام السيدرايت؟ تحميص على طول. انا ثواني بقى، انا عايزك في الحته دي كده عايزك تفكرني بالتلبيد وعايزك تفكرني بالتحميص بسرعه. طيب وايه الغرض منهم؟ اولا انا كده عندي خام الحديد لابد اعمل عمليه تجهيز، تجهيز الخواص الفيزيائيه والكيميائيه، فيزيائيه او كيميائيه الهدف انها زياده نسبه الحديد في الخام. طب ايه المقصود بالفيزيائيه؟ تكسير، تلبيد، تركيز. تمام. كيميائيه تحميص. حجم الخام كبير، فانا بعمل عمليه طحن وتكسير عشان احصل على الحجم المناسب للاختزال وزياده مساحه السطح. ونتج عن التكسير خام دقيق ناعم، عايز اعمل ربط وتجميع، حاجه اسمها تلبيد. حاجه اسمها، اذا الهدف من التكسير او الطحن والتلبيد هو الحصول على الحجم المناسب لعمليه الاختزال. انا بزود نسبه الحديد بتحسين الخواص الفيزيائيه. طيب اما اجي بقى اتكلم عن موضوع التحميص، يعني تسخين الخام بشده في الهواء هنا. طب انا ليه بسخن الخام؟ عشان اطرد الرطوبه، عشان اطرد ثاني اكسيد الكربون، عشان احول خام غير اكسيدي الى خام اكسيدي. من الخامات الغير اكسيديه كربونات الحديد 2 اللي هو عباره عن خام السيدرايت. اللي هو كمان اتخلص من الشوائب الصلبه. تمام. زي السلفر اللي هو الكبريت. الكبريت والفوسفور. من خلال الاكسده. تمام. حوله من غذاء التصاعد. الى اكاسيد بتطير وهكذا. أوكي. طب ماشي. اذا لما اجي اتكلم بقى عن موضوع السيدرايت، الايه السيدرايت، ازاي انا بزود في نسبه الحديد؟ قلنا بالتحميص. يعني ايه تحميص؟ يعني تسخين. طب ايه بقى هو السيدرايت؟ ها؟ ده عباره عن كربونات حديد 2 خام لونه رمادي مصفر. برضه بطل عارف الكلام ده كويس جدا جدا جدا. الوان الخامات. طب انا اهو هقول السيدرايت عباره عن كربونات حديد 2 سوليد، سخنت نتج اكسيد حديد 2 وثاني اكسيد الكربون. كان برضو من خلال الكنترول طالبه اسماء من البحيره بتسالنا عن موضوع الحاله الفيزيائيه، ازاي انا اكتب حاله فيزيائيه. طيب في بعض الاساسيات اللي الطالب عارفها، الحديد واكاسيد الصوليد. تمام. طب لو كان الحمض حمض مركز ليكويد، بس ده اعتباري لان حمض الكابريتيك مركز 98%، يعني برضه في نسبه، ما فيش مشكله، لكن بنعتبره اعتباريا ليكويد. طب لو كان الحمض حمض بقى مخفف أكوص. يعني انا ضد في ميه يبقى اكوس. ده مخفف. تمام. طب لو كان ناتج ماء وانا ما عملتش تسخين على السهم يبقى ليكويد، لكن لو انا سخنت يبقى فيبر. اذا هي القصص قصه سهله جدا. اللفظ يؤدي للرمز زي ما حضرتك قلت. تسلم. هي كده. تسلم. احنا بقول لك سخنت يبقى اكيد ميه مش سايله، تبقى اكيد ميه بخار. يعني احنا نقول ايه؟ ان من خلال الصياغه اللفظيه يمكن استنتاج الحاله الايه؟ الفيزيائيه. طيب. تمام. طب نرجع بقى لموضوعنا اساسا بسرعة. بالنسبه لكربونات الحديد 2 السيدرايت احد خامات الحديد التي تستخدم في استخلاص فلز الحديد. طب انا كده عندي كربونات حديد 2 سخنت اداني اكسيد حديد سوليد وغاز ثاني اكسيد الكربون. طب اكسيد الحديد 2 احنا قلنا يعني ايه تحميص؟ التسخين في وجود الهواء. اذا اكسيد الحديد 2 يتاكسد. ايه ده؟ احنا قلنا الحديد واكاسيد الصوليد ده كده عباره عن غاز، لما اتاكسد اداني اكسيد حديد 3 اكسيد صوليد. ادي وزنت الايه المعادله. لابد في المعادله يا مستر محمد يبقى عندي 3 شروط مهمين جدا جدا. ايه هو؟ تبقى المعادله معادله موزونه. شرط التفاعل. شرط الايه؟ تفاعل. لان الناتج يتوقف على شرط التفاعل. تبقى المتفاعلات واحده، لكن اختلاف درجات الحراره يؤدي الى اختلاف ايه؟ الناتج. ثم بعد كده حاجه اسمها الحاله الفيزيائيه. يعني على السهم الثاني ده فيه مثلث اعتقد. تمام. نحط له المثلث. تمام. طيب السؤال اللي جاي بيقول ايه؟ اكثر المركبات العضويه نشاطا هو البربان الحلقي، البيوتان الحلقي، البنتان الحلقي، وهيكسان حلقي. طيب بص لي بقى هنا كده، بالنسبه لجزئيه النشاط الكيميائي بسرعه، كلمه نشاط كيميائي يعني ايه؟ يعني مركبات تديني نواتج سريعه. طب انت عارف التفاعل الكيميائي؟ كسر روابط وتكوين روابط.
كسر الروابط لو الرابطه بتاعتك قويه يبقى انت هتكسرها بصعوبه، اتكسرت بصعوبه يبقى التفاعل بتاعك بطيء وياخد وقت وياخد طاقه، اتكسرت بسهوله يبقى كده دي رابطه ضعيفه. يبقى كل ما كان عندك في المركب بتاعك روابط ضعيفه هتتكسر بسرعه، هيديني نشاط كيميائي عالي. طب الرابطه القويه مين؟ هي رابطه سيجما. طب الرابطه سيجما كانت بتتكون ازاي في سنه ثانيه لو تفتكر؟ كانت تداخل راس باي راس اللي هيد باي هيد، كان على خط واحد والزاويه بتاعتهم كانت 180. طب كل ما الزاويه بتاعتهم في التداخل تبدا تقل عن ال 180 تبدا تضعف وتظهر لك الرابطه باي. يبقى كل ما الزاويه معاك هتقل كل معناه ان الرابطه باي بتاعتك ضعيفه، معناه ان المركب بتاعك اكثر نشاطا ويستجيب للتفاعلات بسرعه. لو انا بصيتها عندي هنا، هل بقى التفاعلات او المركبات اللي هي ذات السلسله المفتوحه والمركبات الحلقيه ايهما انشط؟ هتقول المركبات الحلقيه. المركبات السلسله المفتوحه بتاعتي بيبقى الزاويه بتاعتها اكبر. طب المركبات الحلقيه لا، زاويتها دايما بتبقى اقل. طب لو احنا بصينا على الاختيارات اللي عندي، ايه اللي موجود في الاختيارات؟ عندي بروبان وبيوتان وبنتان وهيكسان. البروبان ده اللي هو ايه؟ ثلاثة، كويس؟ ثلاثة ايه؟ ثلاث ذرات كربون عاملين شكل مثلث، وبالتالي الزاويه فيه 60. البيوتان كام؟ هتقولي الزاويه بتاعته ده مربع مديني 90، يبقى اذا البروبان انشط من البيوتان وهكذا، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى رقم ايه؟ هو البروبان الحلقي. يعني نلخص كلام سعادتك الجميل اللي بجد انا استمتعت بيه، ان القيم الصغيره تؤدي الى تداخل ضعيف فيكون الارتباط ضعيف فيكون اكثر نشاطا. يا سهل الكسر. بدليل ان البروبان الحلقي اكثر نشاطا من البروبان المستقيم. بالظبط. بدليل ان البنتان الحلقي والهكسان الحلقي مركبان مستقران وثابتان لكبر او لان قيمه الزاويه تقترب من 109.5. بالظبط. شكرا ليك مستر محمد. اللي بعدها. اللي بعدها على طول بقى، بيقول لك كيف تحصل على كوريدي المثيلين من المثال؟ يلا معادلتين كده بسرعه احلال. تمام. عشان من المثال نحصل على المثيلين، لا انا مش عايزك تقف عن المثيلين يا مستر خالد. عايزك تتكون لي الكلوروفورم وعايزك تتكون لي ربع كلوريد الكربون عشان نقول استخداماتهم. طلباتك كتت قوي. براحتي. طب ماشي. ماشي. ميثان سي اتش 4 افعله مع الكلور سي ال 2 يو في. طالما هنا كده عندي 4 اتش يبقى كده عندي الاحلال يتم 4 مرات. تمام. احنا هنقعد نستبدل لحد يبقى عنديش اتشات. طيب سي ال تحل محل الاتش، اذا قال الاتش واحده بقى سي اتش 3، وادي سي ال حلت محل الاتش زائد اتش سي ال. نوضح دي بس معلش يا مستر محمد. دي عباره عن سي ال سي ال. طب هنا سي ال محلت محل الاتش، بقت سي اتش 3 يعني مثلا دي كده سي اتش 3 اتش اهيت. يبقى طالب بس فاهمها، سي ال حلت محل الاتش، ادتنا سي اتش سي سي ال، والاتش خدت سي ال الثانيه بنفس بقى الوتيره. يبقى اذا سي اتش 3 سي ال بلس سي ال 2، شيل اتش وحط سي ال، يبقى كده سي اتش 2 سي ال 2 زائد اتش سي ال. برضو ادي سي اتش 2 سي ال 2 بلس سي ال 2 طبعا كله يو في، يبقى كده سي اتش سي ال 3 زائد اتش سي ال. نقف هنا شويه. اسمه ايه دوت؟ ده اسمه كلوروفورم. كان يستخدم كان مخدر غير امن. أيوة. كان جرعه زايده. ايوه نعم. جرعه زايده. عدم التقدير الدقيق لجرعه من مطال المريض تسبب في وفاه كثيره. بالضبط. ولكن كان بديله حاجه اسمها هالوسان. هناخده دلوقتي في الاستخدامات. تؤمرني يا باشا حبيبي. طبعا. نرجع تاني لموضوعنا. يبقى سي اتش سي ال 3 زائد سي ال 2 هيدينا ايه بقى؟ ادي سي سي ال 4 زائد اتش سي ال. مذيب عضوي. الله 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 الله. لا 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 يا مستر يا مستر. إيه؟ يا مستر يا مستر. إيه؟ ده كان بيستخدم كمان في اطفاء الحرائق. رابع كلوريد الكربون. بالظبط. مش كده برضه ولا ايه؟ بالزبط. او رباع كلورو ميثان. ده كلوروفورم او ثلاثي كلورو ميثان. ده كده كلوريد ميثيلين او ثنائي كلورو ميثان، كلوريد ميثايل او كلورو ميثايل. ننتقل لحاجه ثانيه. هنا في تحويله جميله بتقول وضح بالمعادلات الكيميائيه كيف تحصل على، عايزين الاسيتون من 2 برومو بروبان. تمام. وبعدين نيترو بنزين من حمض الكربون، بس نمشي واحده واحده. يعني هقول حاجه ظريفه قوي. قول. في حاجه اسمها الكحول الاولي ثانوي ثالثي. ايوه. في حاجه اسمها هاليد القاي الاولي، هاليد القاي الثانوي، هاليد القاي الثالثي. وضح لهم. طب في حاجه اسمها ذره كربون اوليه ثانويه ثالثيه، عيني على الكربونه معها 2 اتش اوليه. لو او اتش يبقى كحول اولي، لو سي ال يبقى اذا هاليد القاي الاولي. ماشي. طيب الله بسرعه ورحلهم.
واديها له. معلش انا يا حاضر معلش انا سعادتك وتقول بسرعه أتعلم. بسرعه وانا هلبي طلب سعادتك ببطء شديد جدا هنقولها. اتفضل يا فندم. طلباتك اوامر يا فندم. ادي سي وادي كده عندي ايه؟ ادي اتش وادي اتش هنا كده ار. طب ادي سي وادي اتش واحده بس واتنين ار وادي الرابطه الثالثه. طب ادي سي انا ما عنديش اتشات خالص اهيت 3 ار. طب لو هنا كده او اتش كحول اولي، لو كده هنا عندي هاليد يبقى هاليد القاي الاولي. ايوه وهكذا كحول ثانوي هاليد القاي الثانوي، كحول ثالثي هاليد القاي ثالثي. طب هو مديني ايه؟ ده بيديني بيقول لي 2 برومو بروبان. 2 برومو بروبان غير 1 برومو بروبان. التشكل بقى بمعنى ايه؟ ادي كده كربونه 2 3 هنا كده في البروم وادي كده ادي اتشات. طب ادي 1 2 3 هنا كده البروم اللي هنا على رقم 2 اختلف وضع البروم على رقم 1 غير رقم 2 على 1. اذا نجد ان متصل بسي معها 2 اتش على 2 سي معها اتش واحده بس. اذا ده اسمه هاليد القايل الاولي يديني كحول اولي. هاليد القايل ثانوي يديني كحول ها ثانوي. طب ما تيجي بقى كده ناخدها بالتفصيل يا ريس. ايه هو؟ ادي سي رابطه سي رابطه سي هنا كده 2 برومو بروبان كمل بالاتشات. اوكي ماشي. ممكن انا كده الم الصيغه تبقى صيغه بنائيه مكثفه. دي صيغه بنائيه او مثلا كده سي اتش 3 سي اتش بي ار سي اتش 3 دي اسمها صيغه بنائيه مكثفه. دي كده عباره عن صيغه بنائيه. طب انا هعمل ايه؟ هعمل تحلل مائي قاعدي كي او اتش مش قاعدي. ماشي ادي كده كي او اتش قاعده قويه او ان او اتش او مائيه وغليان. الكي تاخد البي ار او اتش تحل محل البي ار هيدينا ايه؟ اذا كده اصبح عندي عندي ده كده عباره عن 2 بروبانول. تمام 2 بروبانول ده كده كحول بروبيليا ثانوي. طب انا لو عملته عمليه اكسده فعل العامل المؤكسد بيتركز على ذرات القشره اللي بتتصل بالكربينول. تمام يعني ده يتاكسد كم مره؟ مره واحده بس. اعمل اكسده، معنى كلمه الاكسده يعني في وجود عامل مؤكسد برمنجانات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك المركز او ثاني كروات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك المركز. جميل خالص خالص. خلاصه الموضوع بالنسبه لدوت هيديني ايه في الاكسده اساسا؟ هيديني اسيتون اللي هو كده عباره عن سي اتش 3 وادي كده عندي ادي السي او وكده ادي سي اتش 3 بس كان قبلها في مركب غير ثابت فقط. ما هو ده الكلام ده بالظبط. طب ده كده عباره عن اسيتون او ما يسمى بروبانون او ثنائي ميثايل كيتون. جميل جدا كده. طيب اللي بعدها نيتروبنزين من حمض الكربوليك. طبعا حمض الكربوليك حضرتك تفضلت في الحلقه اللي فاتت وقلت ان هو الفينول كويس، وثلاثي نيتروفينول حمض البكريك. بتخلي بالك ان الفينول بالذات لوحده اسمه كربوليك. نيترات الفينول اما بنعملها بيديني حمض الحاضر طيب البكريك. نيتروبنزين من حمض الكربوليك فينول اهوت. انا عايز منه الفينول. عايزين منه نيتروبنزين. نيتروبنزين اذا لابد ان انا احوله لبنزين. يبقى اذا كده افعله مع مسحوق تراب الخارصين واسخن نتج بنزين زائد زد ان او. البنزين اعمله نيتره اتش او ان او 2 لكن النيتره تتم في وجود حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ايه؟ عشان الماء اللي طالع يمتصها ان او 2. انا بقول ايه؟ ده بنزين غير مستبدل. فلما اجي اعمل استبدال في بنزين غير مستبدل الاستبدال بيتم في اي موقع بالزبط. من موقع السته يبقى هنا هيديني نيترو بنزين ان او 2 حلت محل اتش هنا بلس اتش 2 او. ادي كده نيترو بنزين من بنزين. بالمره بقى عشان كان في سؤال على الجزئيه ديت قبل الحلقه على طول بيتكلموا على القرص والميتا والبارة وبيتكلم امتى اقف عند قرص وميتا وامتى ما ينفعش قرص وميتا. لا لازم هرقم.
فالحته دي بسرعه كده خلي بالك ان القرص والميتا بيحصل في الاستبدال الثاني لحلقه البنزين بنسميها المجموعات الموجهه. طب القرص والميتا ايه نظامهم؟ ده لو كان عندك استبدالين مش اكتر. طب لو كانوا اكتر من ثلاثه على حلقه البنزين ما فيهاش قرص وميتا ولا بار، لا بتبدا ترقم وتمشي ايوباك، والعدد المجموع بتاع الترقيم لازم يبقى اقل ما يمكن. نخش على مساله مهمه جدا مستر خالد، من المسائل المتوقعه جدا. عينه من كلوريد الكالسيوم المتبلغ اللي هي حساب كتله ماء التبلور وحساب عدد المولات وكل شيء. طيب بيقول CaCl2XH2O، اتفقنا؟ اكتب مع حضرتك معايا كلوريد الكالسيوم المتبلر سي اي او متهدرت يعني اه، يبقى كده سي اي سي ال 2 متهدرت، يعني بيرتبط مع عدد ماي من جزيئات الماء. ماشي. كتلتها 5.88 جرام. 5.88 جرام. اوكي. سخنت بشده حتى ثبتت كتلتها عند 4.44. يعني ثواني يا مستر محمد. انا بسخن. يبقى الميه هتطير. بتطير. كنت تقل. كل ما سخن عماله تقل. معنى ان الكتله ثبتت يعني حدث تطاير لكل ماء التبلور. ما دي طريقه التطاير. يبقى اذا الكتله المتبقيه هي كتله الماده الغير متهدرتها، كم كتلتها؟ 4.44 جرام. جميل خالص. احسب عدد المولات بتاع ماء التبلور، طبعا مدينا الجيفن بتاعنا. يعني عاوز اكس بتساوي كام؟ وبالمره نحسب النسبه المئويه للميه. طيب. بدايه. هتبقى في خطوات مرتبة بشكل كويس جدا. دي كتلة المادة المتهدرتة. ودي كتلة المادة الغير متهدرتة. تمام. هقول له كده ايه؟ هبدأ من الشمال اهوت. هقول له كتلة ماء التبلور بتساوي 5.88 ماينس، ادي 4 ماينس ولا يا ريس؟ ايوه 4. ماشي. هتطلع سهل. كتلة هتطلع 1.44 جرام. ده كده عبارة عن كتلة ماء التبلور. ماشي. وده كده عبارة عن كتلة المادة الغير متهدرتة. لو أنا عاوز النسبة المئوية لماء التبلور، يبقى كتلة ماء التبلور على كتلة العينة في 100. ماشي. خلاص. الأهم عندي إيه بقى؟ ان انا عايز اعرف اكس بتساوي كام. طب هعمل ايه؟ سي اي سي ال 2 النقطه دي اشدها خط. وادي كده اكس اتش 2 او، يعني سي اي سي ال 2 بيرتبط مع عدد من جزيئات ماء التبلور. تمام. هو مديني القيم كتل اوزان الذرات. فنحسب الكتله الموليه والكتله الموليه بالظبط. السي اي ب 40 زائد 35.5 ال ب 35.5 واضربها في 2 هتطلع لي 111، يعني 71.40. يبقى كده ادي 111 جرام لكل مول كتله موليه. بالظبط. طب هنا الاكس الاتش ب 1 في 2 زائد 16، يبقى كده ايه؟ ادي اكس 18 جرام لكل مول. طيب. دي كتله موليه مع كتله موليه. ده كده سي اس ال 2 وادي كده الميه، اذا ده كتل موليه مع بعض. طب ما انا عندي ادي كتله الماده الغير متهدرتها سي اس ال 2 غير متهدرت كتلته 4.44 جرام بس، مش كل مول. طيب ماله بقى؟ بيرتبط مع ايه؟ 41 كتله ماء التبلور 1.44 جرام. اذا انا لو عملت مقص هجيب قيمه ايه؟ قيمه اكس. اذا اكس عباره عن ايه؟ شرط الكاس 1.44 في 111 على 4.44 في 18، يطلع عدد جزيئات. ولو عايز وزن، لو عايز نسبه المئويه طبعا هيبقى 1.44. احنا قلنا بقى اهو ادي كتله ماء التبلور على كتله في 100 احنا قلناها في الاول خالص. طيب السؤال اللي ورا بيقول دي مقارنه بين خليه الزئبق والمرقم الرصاصي من حيث، عايزين ماده الكالسيوم يا مستر خالد في خليه الزئبق بسرعه كده.
الزئبق الانود عباره عن خرسين، والكاس عباره عن اكسيد خرسين. طيب اكسيد زئبق، اكسيد زئبق التفاعل الكلي بتاعها بسرعه. طيب التفاعل، اذا الانود خرسين، الكاس اكسيد زئبق، اكسيد زئبق، اكسيد زئبق صح. ماشي. طب اما اجي انا اقول التفاعل الكلي بتاعنا اقول له كده ايه؟ ادي زد ان بلس اتش جي او نتج زد ان او بلس اتش اتش جي. بالظبط. طب ده كده كان عباره عن ايه؟ ده كده زيرو. زيرو ده فلز اهو، ما دخلش في تفاعل. دي كده ادي موجب اتنين، يبقى ده كده عباره عن تفاعل اكسده، يبقى هو اللي بيتم عند الانود. صح. هنا الاتش جي بموجب اتنين على اعتبار او بسالب اتنين، ده كده عباره عن زيرو ناقص الشحنه الموجبه، ده كده عباره عن تفاعل ايه؟ اختزال. لو قال لي اكتب الرمز الاصطلاحي انا هعمل ايه بقى؟ فرضا في الكلام ده هقول له ادي كده زد ان زيرو، ادي خط فاصل بين الفلز وايوناته على زد ان موجب 2، ادي القنطره الملحيه، اذا اتش جي موجب 2 على اتش جي زيرو، ده كده اسمه الرمز الايه؟ الاصطلاحي. طيب بالنسبه للمرقم الرصاصي ماده الكاسود، اولا الانود عباره عن رصاص اسفنج، اما الكاسود عباره عن عجينه من ثاني اكسيد الرصاص. طب احنا ايه؟ احنا كده كان عندي المحلول الالكتروليتي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 مول من حمض الكبريتيك المركز. يعني 4 اتش موجب ومجموعتين من الكاب ريتات الايد السليم. الحلقه اللي فاتت بالتفصيل لما بنت كانت طالبها بتاع التفاعل الكلي. في سؤال قبل ما انسى وصل لنا على الواتس برضو بيتكلم عن ماده البوليسترين، يقول اذكر استخدام ماده البوليسترين. البوليسترين دي موجوده عندك في دليل التقويم. البوليسترين ده عباره عن ماده بتقاوم الاحماض، ولذلك بيصنع منها المركم الرصاصي اللي هي البطاريه بتاع العربيه، يعني البلاستيك الجامد اللي انت شايفه ده هو دوت البوليسترين. طيب بالنسبه للمركم الرصاصي خالد عايزين التفاعل الكلي، اعتقد بشرف عبد الدكتور انك حضرتك شرحته الحلقه اللي فاتت. هو احنا قلنا طيب ناخد لكن الورق. بصفه عامه ماشي، تفاعل كلي بس. ادي بي بي بلس بي بي او 2 4 اتش موجب 2 اس او 4 سالب 2، ده كده عباره عن تفريغ خليه جلفانيه، ادانا 2 بي بي اس او 4 بلس 2 اتش 2 او الانعكاسي اللي هو كده عباره عن الشحن خليه تحليليه. طيب تمام ماشي. بص يا استاذ خالد دلوقتي احنا خلصنا كده الامتحان التاني او النموذج التاني على خير، هنبدا مع بعض بقى دلوقتي حاجات هنشتغلها معاكم، حاجات طلبتوها، حاجات نعمل لكم بيها كده بنقول ريفريش، نفكرك بالاستخدامات وبنكررها اهو من الاول تاني. جميع الاستخدامات اللي في المنهج عندك سواء عناصر انتقاليه سواء بوليمرات سواء استخدامات احماض عضويه مهمه لازم تركز عليها كويس جدا، يعني الناس اللي مش اللي بتهملها لا ما تهملهاش. احنا النهارده هنشوف مع بعض كذا مقارنه، استخدام الماده باستخدامها بحاجتها في وقت بسيط جدا هنعمله بسرعه، وبقى المستر خالد هيجهز لنا شويه مسائل اكسبكتد كده او متوقعه لبكره. نشوف مع بعض اول حاجه. اول حاجه بتقول ايه؟ قارن بين الفرن العالي وفرن مادريكس. طيب الفرن العالي بالنسبه لي العامل المختزل مين؟ اول اكسيد الكربون. هناك خليط من غازي اول اكسيد الكربون والهيدروجين اللي هي CO والH2 او بنسميه الغاز المائي. اوكي؟ دور فحم الكوك في انتاج العامل المختزل هنا ايه؟ وهناك دور الغاز الطبيعي في انتاج العامل المختزل، يعني ممكن يسيب المقارنه كلها ويمسك لك يقول لك اوجد لي دور فحم الكوك ودور الغاز الطبيعي في انتاج العامل المختزل. نشوفها كده مع بعض. هنا بتمرر الميثان، بنمرر عليه CO2 مع H2O بيطلع لنا 3 CO و5 H2. تفضل استاذ خالد في الحلقه اللي فاتت وشرح لكم بالتفصيل. دور فحم الكوك اهي قدامك، ان الكربون مع الاكسجين بيديني ثاني اكسيد الكربون، بيتفاعل مع زياده من الفحم اللي موجود بيطلع لي 2 CO. هنا بعد كده المعادله جوه المفاعل نفسه الفرن ماتريكس نفسه، بنجيب الهيماتايت وبنمرر عليه الغاز المائي بيديني الحديد وثاني اكسيد الكربون وميه. وبالنسبه للبلاست فيرنس اللي هو الفرن العالي بيديني الهيماتايت مع اول اكسيد الكربون بيديني الحديد وثاني اكسيد الكربون. نشوف الشكل اللي بعده بيتكلم عن ايه. هنا بيتكلم بيقول لك استخدامات. بدايتك بقى استخدامات التحليل الكيميائي، يعني ممكن يقول لك اذكر استخدام كل من التحليل الكيميائي في مجال الطب. اول حاجه تسهيل مهمه الطبيب في التشخيص والعلاج، تقدير نسبه السكر، الزلال، كوليسترول، دم، بول، تقدير كميات المكونات الفعاله في الدواء. نيجي في التحليل الكيميائي في مجال الزراعه،
اوكي، معرفه خواص التربه من حيث الحموضه القاعديه، نوع نسب العناصر، وبالتالي بحسن الخواص بضمن جوده محاصيل. في مجال خدمه البيئه، قياس محتوى المياه، الاغذيه من الملوثات البيئيه، قياس نسبه غازات السي او والاس او 2 اكسيد النيتروجين، الكلام ده جه في امتحان 2016 و17. تحليل الكيميائي في مجال الصناعه، تحديد مدى مطابقه الخامات والمنتجات للمواصفات القياسيه. نخش على اللي وراها على طول، مقارنه ما بين التالي: التفاعلات التامه والتفاعلات الانعكاسيه. التفاعلات التامه، تفاعلات تسير في الاتجاه الطردي غالبا، غالبا خلي بالك مش كامه، لصعوبه التحدي الناتج مره اخرى، وتحتوي يا اما غاز يا اما رصب. طيب بالنسبه للتفاعلات الاتجاه العكسي، لا دي بتسير في الاتجاهين. طبعا ما تنساش الشكل البياني بتاع التفاعلات التامه اهي قدامك. بالنسبه للتفاعلات ده ممكن الانعكاسية، يقول لي قارن بين التفاعلات التامه والتفاعلات الانعكاسيه بيانيا بس. بيانيا يبقى عنده برضو شكلين. من ضمن الاسئله اللي سبق انها جت في امتحان الثانويه عامة. اوكي. مشكور. الامثله عندك اهي موجوده. بالنسبه للتفاعلات التامه، تفاعلات دايما المواد الايونيه مع بعض وتكوين الرواسب بتبقى تفاعلات تامه. اوكي. الثانيه اللي هي التفاعلات اللي رايحه جايه، اللي تفاعلات زي تكوين الاستر، نشوفها كده مع بعضينا. زي الحمض الاسيتك مع الايثانول كون الاستر مع الميه. نخش على وراها على طول بسرعه. هنا المركبات باستخداماتها. طبعا انا بسيبها لك كده فتره عشان في ناس بتصور بتقعد تذاكر من الاجزاء دي. اول مركب عندنا الكلوروفورم، كنا لسه متكلمين عنه، مذيب عضوي، يستخدم مخدر، الجرعه الزايده بتاعته بتسبب الوفاه. الهالوسان يستخدم كمخدر. استاذ خالد بسرعه اكتب لي رمز الهالوسان والاسم العلمي ليه، لان بيجيني مش هيقول لي هالوسان، لا ممكن يقول لك 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 ثلاثي نيترو ايثان، يبقى هو نفسه الهالوسان. استاذنك بس وريه لهم شكله عشان لو جالهم كتسميه وجالهم كاستخدام. طيب الهالوسان عباره عن ايه؟ 2 برومو، نكتب بس كده لفظا الاول، ها 2 شرطه برومو 2 كلورو 2 شرطه كلورو 1 1 1 1 و1 و1 ثلاثي نيترو ثلاثي فلورو فلورو سوري اه فلورو فلورو ايثان ايثان. طب ادي الايثان عندي عباره عن 2 كربون. طب انا عندي كده ايه؟ 1 و1 و1 ثلاثي فلورو. يبقى كده ادي الاف اف اف على رقم 2 في بروم وفي كلور، ادي كده الاتش. هو ايه الهدف من هذا المثال؟ لو اداني المركب كده وقال لي اسميه، هبدا التركيب منين؟ لو انا بدات التركيب من هنا فرضا، يبقى 1 برومو 1 كلورو 1 برومو 1 كلورو 2 و2 و2 كده المجموع 8. لكن لو انا بدات التركيم من هذا الطرف، يبقى 1 و1 و1 ثلاثي فلورو، ادي 2 برومو 2 كلورو. اذا ده كده بالنسبه للتسميه الصحيحه، ان كده مجموع الارقام كام؟ 7. طيب اللي بعديه على طول بيقول 1 1 1 ثلاثي كلورو ايثان، يستخدم في عمليات التنظيف الجاف. الفريونات طبعا اجهزة التكييف وغيره وغيره. خلي بالك ان الفريونات بيجي لك فيها اسئله كتير، علل هي ليه مضره؟ طبعا عشان بتضر غاز الاوزون او بتسبب في ثقب الاوزون، واستخداماتها على مدار واسع ليه؟ لان هي رخيصه. البولي ايثيلين البي اي، صناعه الاكياس والبلاستيك. البولي بروبيلين صناعة السجاد. البولي فينايل كلورايد ده بقى خلي بالك منه، البي في سي، يستخدم في صناعة مواسير الصرف الصحي والري وغيره وغيره. التفلون اللي هو التيفال، يستخدم في تبطين أوان الطهي، صناعة الخيوط الجراحية. وخلي بالك ممكن يجي لك هنا ليه بيستخدم في تبطين أوان الطهي، لأنه بيتحمل درجات الحرارة العالية ولا يتفاعل مع المواد الغذائية. خامل. الجاميكسان يستخدم كمبيد حشري. أستاذ خالد الاسم العلمي للجاميكسان. بسرعة. ده كده عبارة عن حلقة بنزين بس كانت مشبعة. أيوة. سي ال سي ال سي ال سي ال سي ال سي ال سداسي كلورو هيكسان حلقي. بالظبط. ألفاتي ولا أروماتي؟ ألفاتي طبعا. ألفاتي، يعني أنا ممكن أقول لك لو البنزين أروماتي عايز مركب ألفاتي أضيف له السي ال الثلاثة. طالما حلقي مشبع ألفاتي. خلاص.
اللي بعدها الدي دي تي كان يستخدم كمبيدي حشري وتم طبعا استخدامه على مدار واسع، مركبات عديد الكلوريزنا الفينايل، المواد العازله للحراره وغيره، التي ان تي ماده متفجره، مركبات حمض السلفونيك الاروماتيه، صناعه المنظفات الصناعيه، الفينول حمض الكربوليك ماده اوليه في تحضير كثير من منتجات مثل البوليمرات، الاصباغ، المطهرات، مستحضرات الساليسيليك اللي هي الاسبرين وحمض البيكريك. حمض البيكريك يستخدم كماده متفجره. حمض البيكريك مستر خالد استاذنك بسرعه ارسمهم لنا. ده عباره عن ثلاثي نيتروفينول. بالظبط. يعني ادي كده اهي عندي ادي الفينول، يقول لي مثلا اكتب الصيغه البنائيه. ايوه. لحمض البيكريك. يبقى ادي فينول هنا كده ان او 2 ان او 2 الرابطه بين الان والسي ان او 2 يبقى كده ادي 2 و4 و6 ثلاثي نيتروفينول ده عباره عن حمض البكريك يستخدم كده ايه كماده متغيره في علاج الحمى. طيب اللي عدي بعد كده الباكلايت يستخدم في صناعه الادوات الكهربائيه وطفايات السجاير اللي بيقاوم درجه الحراره. حمض الفورميك وده بيستخدم في صناعه الصبغات ومبيدات حشريه. حمض الاسيتيك كماده اوليه في تحضير كثير مركبات مثل الحرير الصناعي والمحلول مخفف منه 4% في المنازل في صوره الخل. ده كده كان اجمال سريع لمعظم الاستخدامات اللي بتجيلنا في الامتحانات. فاضل معانا حوالي تلت ساعه، هنحاول في التلت ساعه ديت استاذ خالد نجهز لنا شويه اسئله، هنشوف كده مسائلها ايه واشكالها ايه. اتفضل استاذ خالد. بيقول رتب المركبات الاتيه حسب الحامضيه تنازليا. في عجاله اقوى الاحماض الاحماض المعدنيه، تمام، ثم الاحماض العضويه. لكن الاحماض العضويه في عضو اروماتي عضو الفاتي، الاحماض العضو الاروماتيه اقوى قليلا من الاحماض العضويه الالفاتيه. يبقى كده ادي ده كده اقوى الاحماض، بعدين ده يقل كصفه، اذا كده ادي اتش سي ال اقوى الاحماض. هنقول اكبر من في الحمضيه، ادي حمض الاسيتيك سي اتش سي او اتش، وده اكثر حمضيه من الفينول سي 6 اتش 5 او اتش، اكبر من الكحول سي 2 اتش 5 او اتش. تمام، ده كده بالنسبه لترتيب الصفه ايه الحمضيه. طيب برضه في ترتيب حسب درجات الغليان. دايما درجات الغليان نرجعها لحاجتين، اما الكتله الجزيئيه او الرابطه الهيدروجينيه. يعني كلما زاد عدد الرابطه الهيدروجينيه كلما زادت درجه الغليان. تمام. كلما زاد عدد مجموعات الاو اتش زادت الغليان. كلما زاد عدد ذرات الكربون زاد درجه الغليان. اذا لابد حاجاتنا محدده تماما ازاي انا بحكم على الارتفاع في درجات الغليان. لذلك ده موضح من خلال ثلاث امثله. في المثال الاول بيقول لي جليسرول ده عباره عن كحول ثلاثي الهيدروكسيل. ايثانول يحتوي على او اتش واحده بس. ايسينجليكول 2 او اتش. سوربيتول ده عباره عن سته. الله، يبقى اذا ده اقل اكبر اكبر اكبر. تمام. كلما زاد عدد مجموعات الاو اتش كلما زاد درجه الغليان. اذا ده كده اقل حاجه، بعدين ده كده اعلى منه، ثم اعلى منه، ده كده اعلى حاجه. طب هنا كحول بيوتيلي ثالثي، كحول ايثالي، ميثانول، اتنين بروبانول، دي كلها مركبات يا مستر محمد بيحتوي على او اتش واحده بس. الله، اذا ارجع ايه؟ بيقول بيوت يعني اربعه كربون، ايس اتنين كربون، ميس واحد كربون، بروب ثلاثه كربون، خلاص رتبت نفسها. او حسب عدد ذرات الكربون، لان كلما زاد عدد ذرات الكربون زادت الكتله الجزيئيه. اذا ده كده اقل درجه غليان، ده اعلى منه اعلى منه اعلى منه. طب هنا ميثانول كحول، ايثانول كحول، لكن ده كحول بيحتوي على كربونه واحده بس، وده كحول يحتوي على اتنين كربونه. الله، يعني الايثانول درجه غليانه اعلى من الميثانول. طب ده حمض اسيتيك، لا لا بقى، ده الاحماض درجات غليانها اعلى من الكحولات. الله، اذا ده كده اقل درجه غليان، ده الاعلى، ثم الاعلى، لا ده اقل حاجه الالكان الايثان. لكن انا عايز اوضح حاجه هامه جدا، ايه هي؟ ادي كده عندي ادي ار او اتش، كنت لسه هطلبها منك على وادي ار او اتش. تمام تمام، ده كحول وكحول. الله، كل اتنين جزء كحول نجد ان الاتش وقعت بين ذرتين نواه سلبيه كهربائيه عاليه تنشا رابطه هيدروجينيه واحد. يعني كل اتنين جزء كحول بينهم رابطه واحده بس. طب لو انا كده بصيت على اتنين جزء حمض، ادي الار وادي السي او او اتش، ادي الار واعكس ادي السي، تبقى ايدك او تحت
هنا كده او اتش. نبص كده عندي كم رابطه هيدروجينيه؟ الاتش برضه وقع بين الاو والاو رابطه هيدروجينيه، هنا او رابطه هيدروجينيه. نجد ان كل اثنين جزء حمض بينهم اثنين رابطه هيدروجينيه، وكل اثنين جزء كحول رابطه واحده بس. اذا مين اعلى في الغليان؟ درجه غليان الاحماض الكربوكسيليه اعلى من الكحولات، اعلى من الاسترات. تمام. ليه؟ لان عدد الرابطه الهيدروجينيه اكبر، ولكن الاسترات ما فيش او اتش القطبيه. بالظبط، يبقى ما فيش رابطه هيدروجينيه. الرابطه الهيدروجينيه اذا وجود مجموعه او اتش القطبيه. بالظبط كده. برضه من الاسئله الجميله جدا كتحويلات بالنسبه لينا. ها؟ بالنسبه لينا اكسيد. طيب. قبل ما نكمل بس شويه عشان في سؤال في الحاح عليه شويه. السؤال بيقول ايه؟ يتكون مركب، السؤال ده توصل لنا عن طريق كنترول دلوقتي، بيقول يتكون مركب نقاط عند اضافه اتش بي ار الى الايسين اللي هو الاستيلين، كويس؟ طيب احنا لو جينا عند الجزئيه دي هنقول ايه؟ هنقول لك ان الاستيلين ده عباره عن الايسين عباره عن ايه؟ سي 2 اتش 2، يعني سي رابطه ثلاثيه مع السي الثانيه، وهنا اتش وهنا اتش. هضيف اتش بي ار، لما هضيف الاتش بي ار في رابطه منهم هتتكسر، وهنضيف هنا اتش وهنا بي ار في اي مكان. ليه؟ لان دوت بنسميه الكين او القاين متماثل. يبقى هتحط الاتش في حته او البي ار في حته هيطلع لك اللي هي البرومو ايسين. ده كان سؤال كان وصل لنا من الكنترول اللي حضراتكم بتتصلوا بيه دلوقتي. اتفضل يا استاذ خالد كمل. اكسيد حديد مغناطيسي من كبريتات الحديد 2. طالما انا بدايتي كبريتات حديد 2 يبقى كده سخن. اذا انا كده عندي معادله اكباريه. كبريتات الحديد 2 كل 2 مول من كبريتات الحديد 2 لما انا بسخن بيديني اكسيد حديد 3 واكاسيد الكبريت، نوعان من الاكاسيد اللافلزيه، نوعان من الاكاسيد الحمضيه. طب اداني اكسيد حديد 3، انا عايز اكسيد حديد ايه؟ مغناطيسي. تمام. اعمل ايه عشان احصل على اكسيد حديد مغناطيسي؟ هو مين اعلى فيهم؟ طبعا اكسيد حديد 3. يبقى هختزل. اختزل بايه؟ بي سي او اتش 2 او اتش 2، وناتج الاختزال يتوقف على درجه الحراره. تمام. اذا كده انا عندي اف اي 2 او 3 لو انا اختزلته بي سي او كعامل مختزل على طول. هو انا عاوز ايه؟ انا عاوز اكسيد حديد مغناطيسي اف اي 3 او 4. يبقى اذا من 230 الى 300 درجه سيليزيه ادانا كده ادي اف اي 3 او 4. ده لو انا زودت درجه الحراره تقل نسبه الاكسجين، يعني ناتج الاختزال يتوقف على درجه حراره. اجي اوزن 2 و3 اعكس 3 و2 كده اصبح عندي 9 او واحدة وهنا كده 1 10 هنا كده كام؟ 8 او. طب نعمل ايه طيب بقى؟ ما لسه في سي او 2 هنا. بالظبط. زائد ايه؟ سي او 2. يبقى كده انا عندي ادي 9 او ادي 10 8 10 كده المعادله معادله ايه؟ موزونه بالنسبه ليا. شوف السؤال اللي وراه بسرعه. كيف تحصل على كبريتات حديد 3 من هيدروكسيد حديد 3؟ يا مستر محمد عندي ثوابت، لو انا بدايتي كبريتات حديد 2 اسخن، بدايتي مثلا هيدروكسيد حديد 3 ادي اف اي او اتش باي 3 كل 2 مول من اف اي او اتش باي 3 لما ايه؟ اقول كده اوفر 200 سنتيجريد يدينا ايه؟ هيديني كده اكسيد حديد 3 و3 ميه. طب انا كده حصلت على ايه؟ على الحديد 3. اكسيد حديد 3 هو عاوز ايه؟ كبريتات حديد 3. يبقى كده اكسيد الحديد 3 افعله مع حمض كبريتيك مركز ساخن هديني ايه بقى؟ يديني كبريتات حديد 3 ادي اف اي اس او 4 الكبريتات ثنائيه وده كده ايه؟ ثلاثي بلس اتش 2 او. ونوزن المعادله ونكتب الحل الفيزيائي. يعني خلي بالنا من الاسئله دي يا جماعه، دي اسئله كتاب المدرسه اللي موجوده وده اللي بنتقيد بيها دايما، واللي دايما اثناء وضع الامتحانات وانت بتحل لازم الاسئله دي تبقى في اعتبارك مهمه جدا. اتفضل يا استاذ. سؤال اخر، ماذا يحدث عند تسخين اوكسالات الحديد بمعزل عن الهواء؟ طب ادي اوكسالات الحديد سي او او اف اي، لو انا سخنت بمعزل عن الهواء ينتج ايه؟ ينتج اكسيد حديد 2 واكاسيد الكربون سي او وسي او 2.
طب اختزال اكسيد حديد 3 بالهيدروجين هنا ناتج الاختزال يتوقف على درجة الحرارة. تمام. عندي ايضا سؤال اخر، قول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات التالية. عند تفاعل الحديد مع الكبريت يديني ايه؟ هل كبريتات حديد 3؟ هل كبريتات حديد 2؟ ده هنا الكبريت وحديد، ده بعيد كل البعد خالص. طب اذا دي كده اجابات مستبعده، سياسه الاستبعاد. يبقى كده انا عندي جيم وعندي دال. هل كبريتات حديد 3 ولا 2؟ لا طبعا 2، لان ده كده عباره عن عامل اكسيد ضعيف او عامل مختزل. يذوب الحديد في الاحماض المخففه وينتج ايه من غير ما اشوف الناتج؟ طالما ده بالحديد في حمض مخفف، ده الحديد بيحل بيديني اتش عامل مختزل. يعني يديني ملح حديد 2. اذا هل املاح حديد 2؟ هل اكسيد حديد 2؟ لا طبعا مش اكسيد خالص، انا عايز ملح حديد ولا اكسيد خالص. طب هل يبقى مثلا ادي ا وب؟ اذا اجابتي ايه؟ املاح حديد كام؟ 2. طيب بسرعه يا استاذ خالد، حته العلل في الجزئيه دي اللي هي التفسير، ليه املاح الحديد 2 مع الاحماض المخففه تكوين؟ ادي كده عندي الحديد اهوت. أيوة. لما احنا فعلناه مع حمض كبريتيك دايلوت مخفف اداني كبريتات حديد 2 مش 3. ليه؟ لان غاز الهيدروجين الناتج ده عباره عن عامل مختزل يختزل املاح الحديد 3 الى املاح حديد كام؟ 2. ده كده برضو بالنسبه لهذا السؤال. ليه بس سؤال جميل قوي خاص معانا 12 دقيقه، خاص ب الباب التحليل الكيميائي، وده من الاسئله المهمه جدا. يجيب لي مشاهده عن شق حامضي ويطلب مني ايه هو الانيون، او مشاهده عن شق قاعدي ايه هو الكاتيون، او يجيب لي مشاهده خاصه بالحمض شق الحامضي والشق القاعدي يقول لي ما مركب. اسم هذا الملح بالزبط. ما اسم هذا المركب؟ تمام. لابد ناخد بالنا من الكلام ده كويس جدا جدا. طب جدا نشوف مساله كده استاذ خالد عليه. قول لي عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم الى محاليل ثلاث املاح من الكلوريدات، تكون في الاول راسب ابيض جيلاتيني على طول، يبقى ده كده كاتيون المونيوم. وانا مغمض. جميل خالص. راسب بني محمر ده كاتيون الحديد 3. راسب ابيض يتحول لابيض مخمر، يبقى ده كاتيون حديد كام؟ 2. ده كده كان بالنسبة لهذا السؤال على نفس النمط ونفس الوتيرة بتاعتنا. يقول لي هنا أضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ثلاث أملاح صلبة، فأمكن ملاحظة الظواهر الآتية علما بأن الأملاح الثلاث أملاح لفلز الصوديوم. طب ادي اول ملاحظه، ادي اول ظاهره. يتصاعد غاز نفاذ الرائحه، طالما قال لي غاز نفاذ ده غاز ثاني اكسيد الكبريت. جاي منين؟ يجي اما من انيون كبريتيت وانيون ثاني كبريتات، هيجي من الاثنين. لكن لو قال لي يتصاعد غاز نفاذ الرائحه يسبب اخضرار ورقه ترشيح مبلله بمحلول ثاني كروبات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز، قال لي بس كده، يبقى ده كده هذا الانيون عباره عن كبريتيت. طب استاذنك لو قال لي سايوكابريتات ايه الزياده؟ يبقى اذا في بقى تلون المحلول بلون الاصفر. كبريت هو المعلق. بص اهو يا مستر محمد، ادي تصاعد غاز عديد من لون نفاذ الرائحه وتعلق ماده صفراء. ايوه. يبقى ايه؟ يبقى كده نجد ان هذا الانيون ده عباره عن سايوكابريتات. هنا بقى تصاعد غاز عديم اللون يتحول قرب فوات الانبوبه الى غاز بني محمر، يبقى ده كده عباره عن نيترات. الله. طب لو قال لي ابخره بنيه محمره على طول، يبقى ده كده عباره عن انيون ايه؟ النيتريت. من الحاجات الهامه جدا الخاصه بالشق الحمضي في التجارب التاكيديه، انا عندي محلول نيترات الفضه، ده بيستخدم في الكشف عن تاكيد 6 انيونات اللي هي عباره عن ايه؟ كبريتيت كلوريد بروميد يوديد فوسفات. طيب نترات الفضه، ادي كده انا كده عندي ادي الست انيونات اللي احنا بنقول عليهم، ادي كده عندي الكبريتيد بعدين ادي كده الكبريتيت
كلوريد بروميد يوديد اخيرا فوسفات بي او 4 ادي كده سالب كام؟ سالب 3. طيب انا نترات الفضه طبعا طالما دي تجربه تاكيديه اذا انا بستخدم محلول الملح يعني محلول كبريتيت صوديوم، كبريتيت صوديوم كلوريد صوديوم الى اخره. طب لو اداني راسب اسود يبقى ده كده عباره عن ايه؟ كبريتيت فضه. طب راسب ابيض لما انا سخنته بيسود يبقى ده كده ايه؟ كبريتيت فضه. طب لو اداني راسب ابيض يذوب هنا اكتب كده ايه؟ محلول النشادر. هقول محلول الامونيا. القصة واحدة بالنسبة لي. طب راسب ابيض يذوب في محلول النشادر. طب يبقى ده كده كلوريد. لو قال لي راسب ابيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر يبقى ده كده بروميد. لو قال لي راسب اصفر لا يذوب، ايه ده؟ ده في تضرب. يذوب يذوب ببطء او بقله، لا يذوب، يبقى اذا ده كده عباره عن انيون اليوديد. لكن لو راسب اصفر بس بيذوب في محلول النشادر يبقى ده كده عباره عن انيون الفوسفات. ده كده يا مستر محمد كان بالنسبه لي محلول. طيب في سؤال كده انا عايزك تكتبه معايا وعايزين نحله للطلبه، اتكرر في امتحانات كتير ووصل لنا دلوقتي في ناس عايزينه كتير قوي. السؤال بيقول عند اضافه اتش سي ال الى الملح الصلب تصاعد غاز عديم اللون وتحول للون البني المحمر عند فوهه الانبوبه، وعند اضافه ال NH4OH الى نفس الملح تكون راسب ابيض مقدار، ايه المطلوب؟ عايزين اسم الغاز اللي طالع، اسم الانيون، اسم الكاتيون، الرمز الكيميائي. طيب استاذنك تكتبه معايا كده استاذ خالد. اولا بالنسبه دي مع بعض كده بتقول سعادتك ايه؟ نمشي واحده واحده. هبيقول لي عند اضافه HCl ما دام HCl مخفف طبعا وانا لسه قايلينها حالا واداني غاز عديم اللون تحول الى بني محمر عند الفوهه. ايوه يبقى الانيون نيتريت. نيتريت او ادي كده نيتريت. تمام اتفضل بقى سعادتك بالجزئيه الثانيه. جبت ال NO2 تمام كويس. عند اضافه ال NH4OH ده كده عباره عن الكاشف بتاعت كاتيونات المجموعه التحليليه الثالثه. تمام اللي كاتيوناتها كاتيون الالومنيوم وكاتيون الحديد 2 وكاتيون حديد كمان 3. ايه المشاهده يا مستر محمد؟ المشاهده ابيض مقدار. ابيض مقدار يبقى على طول حديد 2. 2 عايز رمز كيميائي؟ يبقى اذا هقول ادي اف اي ان او 2 باي 2. تمام. كان طالب كمان اسم الغاز اللي طالع اولا. نخلي بالنا من الحته دي. ما هو بيطلع غاز عديم اللون يتحول اللي هو ال NO يتحول اللي هو عباره عن اكسيد نيتريت. هو سال على دي بقى، سال ان الغاز اللي طالع الاول مين؟ ما هو الغاز اللي طالع ده عباره عن غاز عديم اللون اكسيد نيتريت. بالظبط. وهو بيتصاعد داخل الانبوبه تلامس مع الاكسجين بتاع الهواء اللي جوه فتاكسد الى NO2 عند فوهه الانبوبه. اذا الغاز عديم اللون NO اكسيد نيتريت تأكسد نتيجة ملامسته للأكسجين الموجود داخل الأنبوبة وتحول إلى NO2 عبارة عن أبخرة بنية محمرة. طيب في فاضل معاك حاجة تانية يا أستاذ خالد؟ والله الحاجات كتير جدا. عشان فاضل لنا 3 دقايق بالظبط. عايزين كده نقول للطلبة يعملوا في جدول بس مهم قوي. هاتوا هاتوا بسرعة. قوي. أيوه. برضو من الحاجات الهامة جدا الموجودة في كتاب الوزارة. بيقول إذا علمت أن قيمة الحاصل الأيوني للماء كي دبليو 1 في 10 أس 14 عند دي يعني بيقول لي ده بيتم في درجه حراره الغرفه. املأ الفراغات في الجدول الاتي عند هذه الدرجه. طب انا عندي تركيز ايونات الاتش الموجبه 1 في 10 أس 11. طيب يبقى ده هيساوي كام؟ يبقى ده كده عباره عن 1 في 10 أس 3 عشان المجموع سالب 14. تمام. طب هنا البي اتش هجيب اللوغاريتم السالب، سالب 11 يبقى ده كده 11 يبقى ده كده 3. اذا ادي بي اتش بي او اتش
لان 11 و3 14. ما انا كده عندي البي اتش زائد البي او اتش بتساوي كام؟ بتساوي 14. وعندي تركيز ايونات الاتش الموجبه في تركيز او اتش السالبه بتساوي كام؟ 10 والسالب كام؟ 14. خلاص بقى بقت القصه سهله خالص، يعني 1 في 10 والسالب 5 يبقى ده كده 1 في 10 والسالب كام؟ 9، عشان يبقى كده 14. طب هنا ال 9 يبقى ادي 9، ال 5 ادي 5، هنا 12، هنا 6 اكملها لل 14 وكام؟ يبقى كده 8. طب هنا ال 6 في هنا 1 في 10 سالب 6، هنا 8 1 في 10 ايه 8 12. فاضل كام على 14؟ 2. طب 2 بي اتش عند الاتش يعني 1 في 10 اس سالب 2، هنا ال 12 1 في 10 اس سالب ايه 12. عايزين كده بشكل سريع نقول بعض النصائح بالنسبه لابنائنا، اطمئنوا. ايوه هم عايزين الحته دي. ابشروا تفائلوا بالخير تجدوه. امتحان بسيط ان شاء الله. كويس. هو ان شاء الله خير، والمجهود اللي بذل على مدار السنه مش هيضيع هباء ان شاء الله. ندعي ربنا ان تطلعوا من الامتحان بكره مبسوطين. ركزوا كويس قوي على الحلقات بتاعتنا واقولها لك، وركز كويس قوي في المراجعات وشوف الامتحانات بتاعتك، وان شاء الله نستنى تليفوناتكم وتعليقاتكم بعد الامتحان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.